مشاهدينا صباح الخير، صبحية جديدة وختام أسبوع عسى يكون خير على الجميع، ونهار جمعة مبارك بتمنى لك كل واحد منا. أنا وأحلى صبايا بنتشارك تقديم الحلقة اليوم. بيا صباح الخير، إلينا صباح الخير لإلك. صباح النور، اشتقنا لك شادي. أنا كمان يعني صار لنا فترة هيك فاقدين شادي معنا بأحلى صباح. اليوم هيك أول مرة أنا وإيفالينا بنلتقى فيك بعد غياب، فهيك بركي بتكون العودة فيها طاقة وإيجابية أكبر. بعرف أنه رغم كل الظروف اللي عم نمرق فيها بهالبلد، دايما هيك في أمور بتحس بقلبنا، في مشاكل كمان يمكن ضغطة على كثير من الأشخاص، ولكن نحن اليوم بدنا نجرب قد ما بنقدر أنا وياك وإيفالينا شادي ننقل هيدي الطاقة الإيجابية لكل اللي عم بيتابعونا، على أمل تكون البسمة على طول. دايما دايما هيدي يعني رسميل دايما موجود، وهيدي الطاقة بكل واحد منا موجود. نحن أنا قبل ما هلا بنغزل فينا شادي. قبل ما أحكي زميلي لألكم، بدي أحكي كمشاهدة أكيد طبعا، يعني كنا من المتابعين لشادي بكافة المجالات، فعن جد الشاشة اشتقت لك، لحنا اشتقنا لك، اشتقنا لروحك الحلوة. إذا بتلاحظ بيا وأنا يعني الضحكة لهون لو تشوفوا أنا قدي مبسوط فيكم وقدي بفرح بهالحكي. إيفالينا أنت زميلي وأهلا وسهلا فيك معنا، كتير مبسوطين أنك موجودة معنا، قمر من جوا ومن برا، يعني كان عنا قمر صار عنا قمرين هلا. وعلى بابنا واقف قمرين، والثالث وين؟ هلا فيها ما حدا بيغطي بالسجو قاعدين ابدا، بالعكس. هيدا من محبتك إيفالينا، وبعرف قد ايه من جوا هيدا الشعاع يلي بداخلك عم يعكس على الخارج يلي موجود بعيونك، وهيدا من محبتنا كمان لإلك. يعني انضميتي لاسره احلى صباح مؤخرا، ولكن حبيناك من قلبنا، وكمان المشاهدين حبوك من قلبنا. ولك شو هالصبحيه هي، هلا اللي عم يحضرونا بيقولوا هودي واعيين وجايين يتغزلوا ببعضهم، بتجننوا من جوا ومن برا. بيا انا كثير اشتقت لكم، اي مس يو ان بارتيكولر. إيفالينا ام سو هابي، اي كانت ويت لحتى نعمل شغل كثير حلو باحلى صباح ومن خلال شاشه تلفزيون لبنان. واخذت وعد على حالي، يمكن بيا كنت انا وياها باخر نهار لما طلعت من شهرين قبل ما غيب هالفتره الصغيره، ومثل كل اللبنانيين كنا بحاله نفسيه تعبانه، وكنا عم ننبش على الايجابيه. انا اخذت وعد على حالي انه هيدي الايجابيه تضلها موجوده، نضوي بس على الشيء الحلو، ونضوي بس على الاشياء يلي بتبني لحتى نتقدم. على حال اليوم كان بدي احكي عن شغله فاجئتوني بالانترو، كان بدي احكي شوي عن الواحد انه يكون ممنون، على الجراتيتيود. الواحد انه يكون ممنون يعني انه يكون عنده هيك زملاء بالعمل، انه يكون ممنون يعني يكون عنده عائله عم تحضنه، يكون ممنون يعني يكون عم يتطلع على ابسط التفاصيل بحياته. راني المصور عم بدل عليه اكيد ممنون، لانه هو موجود من الزملاء يلي بنشتغل سوا، ويلي بحب انه يكون موجود مثله مثل كل الاشخاص الموجودين بالبلاتو بالريجي. هيدي المنيه يلي دائما نطلع لها، ننبش على هودي التفاصيل، على هودي الاشخاص بحياتنا، لانه مثل ما قلت هداك نهار هن اللي بيعملوا الفرق، وهن اللي رح يعملوا الفرق ب وشادي. يعني لما يكبر شخص واحد بهيدا الفريق كلنا رح نكبر معه، يعني بغض النظر مين ما كان. فلما تكون هيدي الروحيه موجوده وهيدا الايمان ببعضنا كمان موجود، هيدا اللي بينجح اي عمل تلفزيوني بيكون موجود. فاليوم انت مثل ما اخذت عهد على حالك انه رغم كل الصعاب نكفي مع البسمه ومع الضحكه، انا اليوم كمان اخذت على حالي. صحيح بيروت لبستوها اسود، قومي يا بيروت، انا لبس اليوم قومي يا بيروت، والبسمه على شفافي راح تضل مرسومه، لانه نحن راح نزيح الحجر، بيروت راح تدحرج الحجر عنا، لانه بيروت ولبنان بقلب الله. مش بس البسمه موجوده، والروج الحلو موجود على الشادي. انا قاعد على الحال هلا مع إيفالينا بختام الحلقه كمان راح نشوف مع نانسي عجرم كيف طلعت للمراه من خلال بيروت الانثى. في عدة رسائل فعلا هالاغنيه اللي هي للشاعر الكبير نزار قباني، يلي بتركز على المراه، بتركز على بيروت، بتركز على يمكن قد ما نبعد عن بيروت رح نرجع لها ورح تبقى بقلوبنا. واليوم احمر واخضر، ويعني قديش فعلا هالالوان بتعطينا حياه بعالم قلبك الابيض، هذا العلم اللبناني. رح ننطلق بحلقتنا. على كل حال شكرا لمحبتكم، بحبكم من كل قلبي، واشتقت اني ارجع معكم. رح نتوقف بتفاصيل كمان بعد شوي لنشوف جوله على الضيوف، ولكن اسمحوا لي بالبدايه شارك المشاهدين بكورونا. كورونا اللي شاغله الدنيا مشاهدينا
المسؤولية بتبقى الأهم، أنه نكون نحن ناس مسؤولين، هيدا يلي مطلوب منا. يعني اليوم مش مسموح بعدنا نشوف على طرقات ناس ماشي بلا كمامة، ناس ماشي عم بتقول ما في كورونا، بلا مرق سنة على الموضوع، في عدد هائل من الناس توفوا، في عدد هائل من الناس ما عم يتنفسوا، في ناس مريضة ببيوتها وعم تنقل المرض وعم تنقل الفيروس لعائلتها لأصدقائها. فلا، بدنا نكون متيقظين على هذا الموضوع. على كل حال، مع وزارة الصحة اللبنانية يلي دائما كان العمل من خلالها جد بإطار هذا الموضوع، عم نتابع كل التفاصيل من خلال corona.ministryinfo.gov.lb، الويب سايت الوحيد يلي منقدر نستقي منه كل المعلومات. العدد اليومي يلي ارتفع بلبنان إلى 1450. أما قبل ما فوت بتفاصيل لبنان، رح روح للإنترناشنال مع منظمة الصحة العالمية يلي كمان الولايات المتحدة من خلالها ما زالت أرقامها متصدرة، الهند، البرازيل، روسيا، الأرجنتين، وبيرجع الملف الأوروبي إلى الواجهة من خلال ارتفاع عدد الإصابات وكمان عدد الإجراءات، إن كان بفرنسا وإن كان بإسبانيا يلي هالقد في جرس انذار خطر مع تقريبا ما يقارب سنة على بداية فيروس كورونا وانتشاره من ووهان من الصين. برجع للملف اللبناني، مع 1450 حالة سجلت لحديت اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي بلبنان إلى 67,027 حالة، عدد يومي من المقيمين 1442 حالة، وعدد يومي من الوافدين 8 حالات. الحالات الحرجة 241 حالة، يعني ما بقى في أسرة تساع الكل من خلال الحالات الحرجة. فطلب ملح وحرج، انتبهوا، التزموا، كونوا مسؤولين رجاء كرمالكم وكرمالنا. واليوم أيضا حالات الحجر يلي ترتفع إلى 18,715 حالة. هيدا هي أبرز تطورات كورونا أبديتس شاركناكم فيها. يعني شادي، اليوم رغم كل التحذيرات والنصايح اللي عم نعطيها، عم بيكون بعد في أشخاص غير ملتزمين ومنهم مصدقين بعد أنه في شيء اسمه كورونا. كورونا موجودة وبتشكل خطر على حياتنا وعلى حياتكم، بس أنت كنت قلت التزموا، اعتمدوا أنه لازم تاخدوا قرار تنحجروا أو تبتعدوا عن الأشخاص اللي هن مصابين. أنا بقولكم كمان فكروا، لازم ناخذ هذا القرار شوي، انه نكون نحن واعيين ومسؤولين. مسؤولين طبعا، لانه اذا ما كنا مسؤولين رح نوصل لمرحله كثير بشعه بلبنان. على كل حال رح اعطي فكره سريعه عشان نطرنا انا وايفلين. بس قبل كمان نقطه كثير مهمه، اليوم عم ناخذ كورونا وكانه تابوه. يعني اليوم الشخص ببعض المجتمعات اللي عم نواجهها بلبنان للاسف عم يعتبر انه كورونا هي مصاب وكانه هو قاصد انه ينصاب او قاصد انه يعدي. لازم نطلع من هيدي الفكره، واي شخص عنده اي حاله، عنده اي عوارض، يبلغ. مش عيب، يعني كورونا مش عيب، عم بتصيب العالم كله، واكيد بيقدروا يتصلوا على الخط الساخن يلي هو 1214 او 01 59 44 59. يعني وفيه يفوتوا كمان على الويب سايت الخاص بوزاره الاعلام يلي هي عم تنقل كل هيدي المعلومات. صحيح. اللي هو www.corona.ministryinfo.gov.lb يلي بياخذوا المعلومات كافه من خلالها. فكره سريعه عشان نطرن بصبحيتنا انا وياك ايفلينا للمشاهدين، البدايه رح تكون مع رانيا كنعان، طالبه ماستر رياضيات بالجامعه اللبنانيه، حتى نحكي معها عن مبادره لمساعده عدد الطلاب تحديدا مبادة الرياضيات يلي هي علم علمك. صحيح. وحننتقل كمان مع الزميل شادي، رح تكون ضيفته صلاح احمد او ضيفه وميساء كبي، حتى ليحكوا عن مؤتمر لدعم الشباب تحت عنوان I will survive. فعلا we will all survive بلبنان ان الله راد. وضيفتك رح تكون فاميلا نصور، حتى نحكي معها لليوم عن جائزة عالمية حصلت عليها، التفاصيل رح تكون معك إيفالين أيضا. وننتقل كمان للزميل شادي مشاهدينا، ورح يكون معكم ومع الزميل شادي دكتور كامل مهنا، حتى ليحكي عن كتاب أبعاد التنمية والعولمة المستبدة ومؤسسة عامل الدولية والقطاع المدني في لبنان. والختام معك إيفالينا رح يكون مع فقرة ستارز نيوز يلي من خلالها منروح هيك على جولة على أبرز الأحداث الفنية اللي صارت خلال هيدا الأسبوع.
صباح الخير لكم مشاهدينا متابعينا بصبحيتنا من احلى صباح مباشره عبر شاشه تلفزيون لبنان، وان شاء الله هيك يا رب بيكون ختام هذا الاسبوع ختام مبارك ومليان بالطاقه الايجابيه والامل. تنتعرف اكثر كيف رح يكون طقس الويك اند واذا قادرين المشرعه بعد اي او لا، التفاصيل رح ناخذها مع عبد الرحمن زواوي رئيس دائره التقديرات بمطار رفيق الحريري الدولي. صباح الخير. عم تسمعني عبد الرحمن؟ ما عم بسمع الصوت، ما في صوت. هلا فينا نتاكد رجي مع عبد الرحمن شو المشكله لو سمحتوا؟ عم بسمع عبد الرحمن عم ينضم لي عبر سكايب طبعا حتى نتعرف اكثر. اي هلا عم بسمع. هلا عم بسمع. صرت عم تسمعني عبد الرحمن؟ اي هلا عم بسمعك. صح. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافيه. الله يعافيكم. عبد الرحمن خبرني طقس الويك اند كيف راح يكون؟ حقيقة فينا نقول طقس متقلب شوي، يعني فينا نقول كمان هيدي بداية موسم جريب، لأنه عندنا منخفض جوي موجود فوق بين مصر وبين قبرص، عم يبرم هلا بنشوف الخرايط بشكل بجيب شوية أمطار على مصر، وبالمرحلة الأولى بجيب علينا شوية غبرة وارتفاع بالحرارة، لأنه خلال حركته الدائرية بين مصر وقبرص بيعمل هواء شمالي شرقي بالنسبة للبنان وجنوبي شرقي، بجيب غبار وبجيب ارتفاع درجه الحراره خاصه بكره، مشان هيك نحن متوقعين بين اليوم بكره ارتفاع درجه الحراره، خاصه بكره في ارتفاع بالحراره. هالارتفاع بسرعه بيرجع بنحسب ابتداء من نهار الاحد، مشان هيك ليل الاحد ليل السبت الاحد في عندنا توقع لتساقط الرذاز خاصه بالمناطق الجنوبيه اللي هي اقرب من جهه مصر، ولا كمان تساقط بعض الامطار المتفرقه على المرتفعات خلال صباح نهار الاحد. وعوده لارتفاع درجه الحراره ابتداء من الاثنين، يعني في عندنا ارتفاع السبت انخفاض الاحد وعوده لارتفاع نهار الاثنين، يعني طقس متقلب بمعنى اخر، في غبار في كل شيء، في غيوم، في ارتفاع سرعه الرياح، وفي ارتفاع بموج البحر ابتداء من الاثنين، بينما عندنا سبت واحد بحر هادئ، يعني عندنا هالويك اند جميع انواع الطقس. درجات الحراره على الساحل عم تكون من 19 الى 31، يعني فوق المعدلات الموسميه لشهر تشرين الاول اللي هو تقريبا 29، بالجبل من 17 الى 27 معتدله درجه حراره اجمالا، ترتفع شوي نهار السبت الى 28، وبالبقاع من 14 الى 34 درجه، بالليل درجه الحراره نسبيا يعني. مثل ما قلنا الريح الشماليه، الريح السطحيه عم تكون شماليه الى شماليه شرقيه ناشطه احيانا، بنحذر شوي من شوية حرايق نهار السبت بسبب الريح الشرقيه اللي هي جافه اجمالا وفيها درجات حراره مرتفعه. اما ابتداء من نهار الاحد فعندنا طقس مختلف، نقول الخريف طقس خريفي حقيقي نهار الاحد، بس لفتره قصيره تعود درجه حراره الارتفاع تدريجيا نهار الاثنين، مش مثل ما هي السبت ترتفع شوي نهار الاثنين بسبب ارتفاع او كتله هوائيه شديده الحراره مع مرتفع جوي موجوده فوق شبه الجزيره العربيه، تقترب منا وتعود للانحسار نهايه الاسبوع القادم. عبد الرحمن كنت ذكرت انه في ارتفاع بدرجات الحراره بكره وبترجع بتنخفض نهار الاحد وبنشهد طقس خريفي. قد ايه رح توصل درجات الحراره بكره اقصاها؟ نهار السبت على الساحل متوقعين 33، يعني بيروت وطرابلس 33، صور 32، الحد الادنى ببيروت 24، بينما بصور وطرابلس هو 20. على المرتفعات توصل ل 28 درجه، يعني بتبقى المرتفعات اجمالا مقبوله اكثر بالنسبه للساحل. وبالنسبه للبقاع، بالبقاع بتوصل درجه الحراره لل 34 درجه كحد اقصى. نعم. هيدا هو الارتفاع، بس نحن نحذر اكثر من انخفاض نسبه الرطوبه اللي هو اذا مترافق مع شويه رياح ومع شويه ارتفاع درجه الحراره بيكون في بؤر شوي لحرائق، يعني ان شاء الله ما تكون موجوده، بس الواجب تحذير منها لفتره قصيره. نعم، نهار الاحد طقس خريفي ولكن ما راح يكون في تساقط للامطار. نهار الاحد في عندنا اول شيء ليل السبت الاحد مع انخفاض درجه الحراره السريع في عندنا تساقط رذاذ فينا نقول بالمناطق الجنوبيه. نعم. لانه هو المنخفض الجوي اللي موجود فوق مصر اقرب شيء للمناطق الجنوبيه. أوكي. في احتمال تساقط امطار متفرقه صباح الاحد بالمناطق الجبليه. نعم، ولكن ترجع ترتفع درجات الحراره نهار الاثنين. صحيح. ولكن اكثر من نهار السبت، يعني كنت قلت نهار السبت رح توصل اقصاها ل 33 درجه، ولكن نهار الاثنين رح توصل لقد ايه تقريبا؟ نهار الاحد حتى نوضح، نهار الاحد الامطار هي متفرقه على المناطق الجبليه وهي لفتره محدوده، يعني ساعه ساعتين بالنهار، بعدين خلال النهار الطقس غائب جزئيا بيكون. نعم. نهار الاثنين في عوده ارتفاع درجه الحراره، بس اكيد اكيد اقل، مش اكثر من السبت، اكيد اقل من السبت. أوكي. السبت هو البيك، السبت هو الاعلى. نعم. الاثنين نعم. ثلاثه في ارتفاع، ما حنحكي عن الاربعاء القادم لانه في عوده لارتفاع كمان النهار، بس بعدها بعيد شوي.
عظيم. بالنسبه لحال البحر ونسبه الرطوبه فينا ناخذ فكره عنه؟ حال البحر كثير كثير منيح نهار السبت والاحد، هادئ اجمالا البحر، وحراره المي عم تكون تقريبا حوالي 27 درجه. الرياح عم تكون اجمالا بالسبت والاحد على المرتفعات اكثر، على الساحل ما في رياح قويه لانه هي اجمالا رياح شماليه شرقيه بتاثر اكثر شيء بالبقاع والمناطق الجبليه. بالنسبه للساحل بيكون في هدوء بالرياح وبيكون في عندنا لكن هدوء بموج البحر. عظيم. لكن هيك اعطينا فكره سريعه، بدنا نطلب من الكل ينتبه من الحرائق خاصه بكره لان في ارتفاع بدرجات الحراره، فينتبهوا وياخذوا حذرهم، وكل الاشخاص يلي للاسف نتيجه انفجار بيروت كمان بيوتهم مهدمه مش قادرين يمكن يسكروا الشبابيك بعد لهلا، ان شاء الله يمكن هيك ربنا يلطف فينا نهار الاحد وما يكون في تساقط للامطار مثل ما هو متوقع. كنت عم تقول في رذاذ خفيف ولكن امطار خفيفه نهار الاحد فجر الاحد امطار خفيف بحذر اكثر شيء الناس اللي بيسوقوا بسرعه انه حيكون في تصحيط شوي لانه في عندنا غبار نهار السبت وامطار خفيفه ليل السبت الاحد ما بنحكى فيها الامطار يعني عزيز. بس هالامطار بتشكل خطر على السواقه. عظيم. عبد الرحمن بعد في شيء بدك تعطينا تفاصيل عنه بالنسبه لحال الطقس؟ هذا كل شيء بس الواجب الحذر يعني اكثر شيء ليل السبت الاحد وفجر الاحد بسبب ضباب وبسبب رذاذ. شكرا لك وتحياتنا لكل العاملين بمصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي. طبعا أعطانا المعلومات كافة عبر سكايب عبد الرحمن زواوي رئيس دائرة التقديرات بمطار رفيق الحريري الدولي. صباح الخير لكم مشاهدينا، انطلقنا بأولى فقراتنا الحوارية من برنامج أحلى صباح مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. بذكر كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا ما ينسوا يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج ورح تمرق بأسفل الشاشة كان على الفيسبوك على تويتر أو عبر الإنستغرام. بهيدي الظروف الصعبة دايما الشعب اللبناني اعتدنا عليه أنه يوقف حد خيو الإنسان، نوقف حد بعض تنساعد بعض بهيدي المرحلة حتى تمرق على خير. مبادرات كتير عم بقوم فيها عدد من الشباب بالمجتمع. في مبادرة جديدة أطلقت مؤخرا ببداية هيدا الشهر بأول تشرين الأول وأول سبت من تشرين الأول بالأحرى، هي مبادرة علم علمك يلي طالبة ماجستير رانيا كنعان حبت من خلال هذه المبادرة تساعد الطلاب وتعطيهم دروس بمادة الرياضيات أونلاين. كيف خلقت هذه المبادرة وليش بهالمرحلة تحديدا؟ رح نحكي معها أكثر بالتفاصيل. صباح الخير لك رانيا. صباح النور. سهلة. مرسي تسلمي. يا هلا رانيا، بالبداية خبرني شوي عن مبادرة علمي علمك. كيف حتى هيك خلقت هذه الفكرة عندك وليش؟ بداية بظل الظروف اللي عم نعيشها نحن اليوم كان لابد انه كون عم بعمل شيء لاخدم الشعب فيه او لاخدم اللبنانيين او اي تلميذ اذا بدك. فكان لابد انه كون عم فيدهم بمحل من المحلات من الخبره اللي انا عندي اياها لسيما بمجال المات. كوني طالبه رياضيات كان عم بجرب انه قدر الامكان كون عم فيد هودي الطلاب بهيدي الماده، وخاصه انه هي من اكثر المواد اللي بيواجهوا فيها الطلاب بمحل من المحلات مشاكل. فطلعت بفكره انه خاصه نحن اليوم بالدرج الاونلاين والظروف اللي عم نمر فيها سواء كان كورونا، الوضع الاقتصادي، الوضع المعيشي، كل هيدي الظروف اللي عم تمر فيها العالم، كان لابد انه نحن نفكر بهيدي الناس اللي ما عندها امكانيه تكون عم تحط اولادها عند اساتذه خصوصي خاصه بماده الرياضيات. انا كوني معلمه بمعهدين نوعا ما اكتسبت خبره اذا بدك مع كذا طالب، يعني كل ما تشوفي طالب جديد كل ما تكسبي خبره اكثر، كل ما تعلمي تلميذ كل ما تشوفي افكار اكثر. فهيدا الشيء خلاني اكسب خبره بمحل من المحلات كثير، وكل ما يتشكل عدد التلاميذ والمستويات تبعهم هيدا كثير بيساعد الاستاذ، هي بالنسبه لي. فكان لابد انه اعمل مبادره نستفيد من موضوع الاونلاين كرمال نساعد هودي الطلاب. مبادره علمي علمك نحن كلنا بس نمرق بصف الترمينال بالفلسفه بنسمع شيء اسمه كوجيتو ديكارتي، انا افكر اذا انا موجود طبعا، بس انا اخذتها بالعكس، انا موجوده اذا انا افكر. فنحن لازم نضل عم نفكر على طول، بنجرب نخدم بعض بقدر ما فينا من المستطاع. فهيدي المبادرة هي بالمبدأ إذا بدك كل نهار سبت أنا رح أكون عم خصص 7 ساعات تعلم الطلاب بشكل مجاني من خلال التقنيات اللي عم تستخدم اليوم. أنا فضلت استخدم تقنية زوم إذا بدك لأنه بمحل من المحلات حسيت هي الأسهل على الطلاب. كل اللي عليهم يعملوا نزلوا أبليكيشن اسمه زوم، من خلال هيدي الزوم أنا رح أكون عم بطلع كل نهار سبت 7 ساعات أونلاين. بداية أول ما بلشت المبادرة من أي ساعة؟
نهار أوكي. السبت بالمبدا انا حسب شو بيكون عندي شغل نهار السبت عم بكون عم بقسم البرنامج. البرنامج عم ينزل كل نهار جمعه على الصفحه عندي على الفيسبوك اسمها ليف لاف ماتيماتكس، علمي علمك ليف لاف ماتيماتكس، علمي علمك بالعربي وليف لاف ماتيماتكس بالانجلش 100%. حطيناها هيدا الاسم لانه في كذا صفحه اسمها علمي علمك تنميز هيدا الصفحه عن غير انه نحن عم نحكي عن الرياضيات، كان لابد انه نميزها بشيء بالتسميه تبعها. فكل نهار جمعه عم ينزل البرنامج على هيدي الصفحه، بس لانه في كذا طالب حكوني وانا عندي كثير عدد من الطلاب بعطيهم هيك خصوصي كنت، فهودي الطلاب كانوا عم يتواصلوا معي انه نحن بحاجه لاكثر من نهار السبت، خاصه طلاب الشهاده. فانا كنت عم بخصص كمان احيان بنص الاسبوع ساعه او ساعتين تاعطي هودي الطلاب. هيدا الشيء كمان عم ينزل على الصفحه، كل التفاصيل عم تنزل على الصفحه، اي نهار اي ساعه كل هيدي التفاصيل عم حطها. فهي بالمبدا اذا بدك المبادره بشكل عام. طيب اليوم الطالب يلي بده ينضم لصفحة علمي علمك ليف لاف ماتيماتكس قديه بده يكون أول شيء ملتزم بالدروس اللي عم ياخدها بالصف، وقديه ما راح تضيعوا هيدي الابليكيشن أو هيدا التعليم أونلاين، لأنه دايما الأستاذ بيطلب من الطالب أنه بليز ما تعتمدوا طريقة مختلفة عن اللي علمتكم إياها أنا بمادة الرياضيات لأنه راح تضيعوا. صحيح. اليوم كيف راح تقدر تفصل؟ تخبرك شيء، محل من المحلات نحن كنا عم نجرب نستخدم كذا تقنية لوصل الأفكار للطلاب، بس عادة اللي من يمرق عليك كتير طلاب وكذا أستاذ، التعليم اللي بمعاهد شو بيفيد الأستاذ أو الأفتر سكول بيكون عم بيشوف كذا طالب من كذا أستاذ من كذا خلفية علمية إذا بدك، فهو بيكسب خبرة من هودي الأساتذة اللي عم بيعلموا هودي الطلاب. يعني أنا بس يجي تلميذي خبرني أستاذه كيف شرح له، أنا هاي الطريقة عم بتعلمها وعم بكتسبها لألي. فأنا عم بصير إذا حسيت أهون من أنا الطريقة اللي كانت عندي عم بصير أعتمدها. فنحن على طول لازم ندور على الطريقة الأسهل لوصل المعلومة. فهون كمان إذا بدك فيما بعد في خطوات لاحقة لهذه المبادرة رح كون عم بستخدم كل التقنيات، أسهل تقنيات لتوصيل الفكرة بكل درس كون عم ننزلها كمان عندي على الصفحة. يعني برأيك أنت اليوم الطريقة المبسطة للطالب صحيح. هي اللي رح تنحفر براسه أكثر ورح يستوعبها أسرع ويقدر يحل يمكن البروبلمات العالقة بطريقة صحيح. أسرع. بس ما بعتقد ولا تلميذ هو ما بده يتعلم. يعني كل الطلاب، بس في أسلوب الأستاذ أحيان بكره التلميذ بالمادة، هذا اللي أنا عم جرب أعمله، أستخدم أسلوب مريح للطلاب تكون عم ساعدهم بهيدي المادة. يعني انا بس يطلب مثلا اليوم في الطلاب اللي عم تتواصلي انت وياهم عبر الاونلاين، شو ابرز المشاكل اللي عم بتكون عندهم؟ شو اللي مش مستوعبينه وكيف عم تقدري تساعديهم؟ المواد هو عباره عن سلسله متواصله، يعني منا ماده اليوم باخذها بكره بده يتغير البرنامج تبعها مثل التاريخ او جغرافيا او اي ماده ثانيه، مع احترامي اكيد لكل المواد، بس هي عباره عن سلسله مترابطه. اذا كان عندي ثغره بسنه رابعه او سنه ثالثه ابتدائي، هذه الثغره رح تمتد معي اذا انا ما عالجتها. فأنا عم جرب محل من المحلات، إذا تلميذ مثلا وصل للتاسع عنده مشكلة بالسابع، عن السابع هو الأساس مثلا، عم نجرب نغطي هيدي المشكلة توصل معه للتاسع. أوكي. فأنا كمان إذا هني ما عندهم أسئلة نهار السبت عم كون عم بشرح درس، يعني ما عم بتروح الساعة دي هون. يعني عم بيكون الأونلاين مقسم لصفوف؟ أكيد الأونلاين أنا خبرتك نهار الجمعة بينزل برنامج على الصفحة، كل صفوة عبارة عن 40 دقيقة بالمبدأ، كمان في يغطي كل الصفوف اللي أنا في أخذها. من هون بدي اتشكر كل الاساتذه يلي تبنوا هيدي الفكره، لانه انا بمحل من المحلات ما كنت اخذ الابتدائي، في كذا استاذ حكوني انه نحن فينا نكون عم نساعد، لهيدا السبب بليز اي حدا بحب يكون عم يتواصل معنا على الصفحه بكل بساطه يحطوا لايك للبيج ويحطوا لي كومنت على البيج تبعي، فينا نكون دغري عم نرد عليهم ونكون عم نساعدهم. فكمان بدي اشكر يعني في عدد من الاساتذه عم بيساعد كمان بعد لحد هسه ما بلشوا يساعدوا، بس في حال زاد العدد الطلاب، لانه من خلال اكيد اليوم برنامج حضرتكم واللي عم بيتابعونا بشكرهم جميعا رح يزيد عدد الطلاب. فبناء على زياده عدد الطلاب في اساتذه كانوا عم بيحكوا لي امبارح او اول امبارح انه حيساعدونا بهالمبادره، فانا اكيد بدي اتشكرهم جميعا. وهالهدف الاساسي اذا بدك واحد من اهداف المبادره كان انه نقدر نشكل مثل مجموعه من الاساتذه نكون ايد واحده لندعم الاهل والطلاب بهيدي الفتره وبهي الظروف اللي عم نمر فيها. طيب رانيا اليوم في نقطه كثير مهمه واللي هي انه اذا في طالب عنده ثغره نفترض بالصف السابع وهو طلع على الصف التاسع، انتم قادرين تساعدوه فيها صحيح. ولكن في عدد من الطلاب راح يكون موجود اونلاين وعم بيشارك بهيدي الساعة اللي عم تعطيها، راح كيف راح تقدر توفق بين الطالب اللي هو اوريدي مستوعب الامور ومقلع وماشي حاله والطالب اللي عنده ثغرات معينه وما قدر يلحق العام الدراسي؟ هيدي المشكله اللي راح نعالجها اذا بدك بمبدا كيفيه تقسيم البرنامج. يعني انا لما عم نزل على الصفحه عم حط اليوم انا اي درس راح اشرح. يعني انا اذا كنت طلع اشرح لصف تاسع بصف من صف السابع، انا عم حط انه اليوم رح اشتغل على هيدا الدرس. فهي كثير بتساعد الطلاب انه يعرفوا نحن ساعتنا عن شو. اذا انا عندي ضعف تواصل مسبقا معهم حتى تاخذي هيك قرار بكل اكيد اكيد. أوكي. لانه انا عندي فكره، انا بعطي بالمدرسه صف السادس السابع التاسع، فعندي فكره اذا بدك الطلاب اللي بيوصلوا على هالمرحله وين عندهم مشاكل وشو الدروس اللي عندهم نقص فيها بمراحل معينه.
فهي كمان كتير بتساعد. نعم. طيب اليوم الطالب اللي بده ينضم لإلك من خلال مشاكل أثناء التعليم عم بيعاني منها، أو يمكن يكون مستحيل يسأل سؤال لأستاذه بالصف، كيف اليوم رح تكسري هيدا الحاجز بينك وبين الطالب حتى ياخذ راحته اكثر؟ يعني اليوم لما بده يتواصل معك الطالب بده المفروض يكون مرتاح وحاسس حاله انه كانه عم يسال امه او اخته بالبيت. صحيح. فكيف قدرت تساعد هيدا الشيء من خلال الاسلوب اللي عم بعتمده مع الطلاب؟ يعني انا لما الطالب يطلب مني اعيد له الفكره 5 أو 6 مرات وانا بكون عم عيدها بالخمس وست مرات بنفس الشيء بنفس الوتيره بدون ما يطلع صوتي بدون ما اعصب على التلميذ، لان الاساتذه عاده بس يعيدوا مرتين الثالثه الرابعه ببلش يطلع صوتهم، فهي الشيء أنا عم جرب كون مسيطرة عليه إنه جرب قدر الإمكان بعيد الطريقة بأسلوب آخر بس تضل على نفس النغمة إذا بدك مع الطالب كرمال هو يكون مرتاح. شو المشاكل اللي عم بتواجهها اليوم من خلال التواصل مع الطلاب أونلاين؟ إذا بدك نحن عايشين بلبنان يعني مش بعيدة عن الكل، في كتير أحيان طلاب ما عم بيلحقوا الصف بالساعة اللي أنا حطتها، يعني فردنا مثلا 9:10 فردنا 7 ما عم بيكون فيهم بهيدي المجال لأنه في عنا انقطاع تيار الكهرباء انقطاع الإنترنت، يعني عايشين بلبنان وكلنا بنعرف هالمشاكل مش جديدة على حدا. فهيدا الشيء أنا عم جرب كمان خصصت صف اسمه Others، أي حدا ما قدر يسألني ضمن مجال صف وفيكون عم يسألني بهيدي الساعة. نعم. فبهالمحلات كتير عم جرب البرنامج يكون إذا بدك بيساعد الجميع، حتى أي حدا عم يسألني ضمن الأسبوع، مع العلم أنه أنا حطيت أنه بس نهار السبت بالأول، بس أي حدا عم يسألني لليوم صرت أخذ أكثر من 65 أو 70 سؤال ما عم سفه ولا تلميذ. نعم. يعني بس يكون معي وقت أكيد حل أكيد عم كون عم ساعدهم، عم بشرح طريقة الحل تيوصلوا هن يحلوا الفرد، يعني مش أنا بحل لهم فردهم، أنا بشرح لهم الطريقة اللي لازم يعتمدوها ليحلوا هيدا الفرد. وبترجع بعدين بتصلحي لهم الفرد أكيد. اللي عم برجع بشوف إذا حلين صح أو لا، إذا فهموا علي أو لا. نعم. أنا هيدا الشيء كمان مثل نقطة لإلي بعرف إذا فهموا شرحي أو لا. قديه إجمالا في مراحل معينة الطالب ممكن يعطيك أفكار أكيد. أو يضيف يمكن لأسلوبك بالتعليم؟ هيدا اللي كنا عم نحكي فيه، ليش التعليم أفتر سكول أنا كتير زاد لي على مسيرتي إذا بدك اللي هي لا تتعدى كم سنة، لأنه التعليم لما تعطي بأفتر سكول يعني عم بتشوفي كذا طالب من وراء كذا أستاذ، يعني من ولا كذا اسلوب، فانا هدول الاساليب جرب اتعلمهم من الطلاب. يعني انا بس كون عم علم بكون بنفس الوقت عم بتعلم، لانه ما في استاذ لو قد ما يوصل انه خلص وصار يعرف كل شيء، بالعكس نحن لازم نضل نعترف انه نحن عندنا نقص بمحل من المحلات تنكون عم نتعلم ونزيد على خبراتنا. نعم. اليوم كطالبه ماستر رياضيات وعندك خبره بهذا المجال، خبره بمجال التعليم تحديدا ماده الرياضيات، في كثير تلاميذ اليوم او في كثير اهل عم بيبعثوا اولادهم على اليوسيماس، هيدا يمكن الحساب الفوري السريع، هذا الشيء بيساعد الطالب بهيدي المادة أو بيضيعه وبيشتته؟ لا بالعكس، هذا الشيء بيقوي ذاكرة الطالب. هي مش بس بمادة الرياضيات، هذا الشيء بيساعده بكل شيء بحياته. يعني احنا لما اشتغل على موضوع الذاكرة سواء كان رياضيات أو أي شيء تاني، أنا بكون عم نمي هيدي العضلة الصغيرة اللي بالراس إذا بدك، بنكون عم نمرنها تتعود تشتغل أسرع، فهذا الشيء كتير بيساعد الطلاب، بس إنه أكيد مش هو المعيار الذكاء إذا بدك عند الطالب. نعم. يعني هو أي سمس يعني أكيد هو كتير شاطر وكتير ذكي، لا مش شرط، يعني هذا الشيء معيار بس نسبي، لأن بالنهاية عم يتعلموا طريقة يحفظوا طريقة وعم بتبقوا بشكل سريع براسهم، بتقوي الذاكرة صح، بتخلي التلميذ يصير يفكر أسرع مزبوط، بس أنه مش هي بس معيار الذكاء، ولكن بيعتمدوا هن أكتر على الأباكيوس لما يكون صحيح. موجود قدامهم حتى يعملوا الحسابات الفورية. يعني إذا بدي أرجع للمادة أو للأسلوب التقليدي اللي كنا نحن نعتمده أنه نحفظ التابل دو ملتيبليكاسيون من الآن للديس، هن ما عم يحفظوها، هن عم بيعتمدوا على الأباكيوس حتى يقوموا بالحساب الفوري. ببعض المراحل بحس يمكن عم بيكون في عقبات معينة بين الطالب وبين مادة الرياضيات والأستاذ، لأنه في أسلوب مختلف عن الأسلوب اللي عم بيعطي. بس بمحل من المحلات لما نجرب نعلم الطلاب إذا بدك، لما يكون أستاذ كتير عم بتابع كل الفيديوز كل الأساتذة التانيين، يعني ما يوقف عن أنه هو يتعلم. نعم. بيتعلم وسائل اللي مثلاً طب دو تابلو دو ملتيبليكاسيون إذا بدك، ما في كذا طريقة تعلم الطالب يحفظهم بشكل سريع، في تقنية استخدام الأصابع طبعا. بس علمهم إياها بسرعة. كل من السنك وطلاب بيصيروا يعملوها أصابعهم بشكل كتير سريع. أوكي. ما بيرجع الطالب يحتاج أنه يحفظ كل التابلو دو ملتيبليكاسيون، يعني ما مفروض يحفظ التابل دو ملتيبليكاسيون، انت برايك الطالب مفروض يمكن يعتمد على يمكن التطور الذهني والفكري يس. اللي عنده اكثر، اذا فيهم الاساتذه هن يفوتوا يعلموا حالهم بمحل من المحلات الطرق السريعه والوسائل الاسرع لحفظ الطلاب، مش انا بعطيها الورقه روح احفظها انت لوحدك بالبيت ضل عيدها لتحفظها وبساله سيسف وسات بالصف ما بيعرفها، يعني انت منك شاطر وبضل عايره قدام رفقاته، هذا الشيء اكيد مش مظبوط. عظيم. اليوم طالب يلي عم بيتواصل معك اونلاين اكيد عم بتوفروا له
هيدي الخدمة مجانا. صحيح، هذا اللي بيميز هيدي المبادرة، انه لانه بمحل من المحلات اذا بدك الاساتذة صاروا عم يعتبروا مع الاسف كثير من الاساتذة بطل التعليم رسالة، صار التعليم تجارة. يعني هيدا التلميذ وضعه مرتاح 60 ألف على الساعة، هيدا التلميذ وضعه منيح ناخذ 50 ألف، يعني هذا الشيء كثير غلط. فنحن عم نجرب نوصل اذا بدك فكرة انه التعليم هو رسالة. هيدي مش أول مبادرة أنا بطلقها، بس هي أول مبادرة إذا بدك منغطيها إعلامياً أو بحكي عنها بالإعلام. بدي أشكر من خلال أكيد برنامجكم صفحة هادي برودكشن يلي هني بالأول كانوا عم بيغطوا هيدي المبادرة، وأول ما عرفوا فيها دغري نزلوا صوروا هيدي المبادرة وإحكوا عنها، لأنه بالنهاية ال 110 ألف شخص اللي سمعوا بهيدي المبادرة كان بسبب صفحتهم. فأنا أكيد بدي واجه لهم تحية من خلال برنامجكم. بالماضي نحن عملنا مبادرة كنت عبعتي فور فري بس مش أونلاين، كان حضورياً ما طلعنا على الإعلام إذا بدك، لأنه كانت ضمن نطاق جغرافي محدد. يعني ضمن منطقتي كنت عم بعملها هيدي المبادرة من خلال جمعية لنا الدولية، كنا عم نعطي دورات تقوية مجانية لطلاب التاسع والترمينال اللي ما عندهم إمكانية يدفعوا لأستاذ، لأن كتير في تلاميذ نعرف الوضع يعني على الكل مش على شخص واثنين ما عندهم إمكانية يدفعوا لأستاذ. فأنا كنت بمحل من المحلات عم جرب أعطيهم شهر فور فري لهودي الطلاب كرمال يتحضروا لامتحان الدولي. بهيدا الشهر كنت عندي مثل مرخص إذا بدك أنا معتمدته لهودي صفوف الترمينال والبروفي كرمال يكون عم ساعدهم بالامتحان الدولي. عظيم. طيب اليوم شو بيميز أسلوب رانيا كنعان عن غيرها حتى يدفع أي طالب بده يتعلم مادة الرياضيات يتواصل معك؟ أوكي، اللي بيميز أسلوبي هو بكل بساطة لما الإنسان يجرب يتعلم على طول. أنا بحوزتي إذا بدك فوق 200 نشاط مع أطفال ومع أشخاص كبار، فقالي 7 سنين أو 8 سنين بالعمل الاجتماعي، هيدا الشيء خليني اكتسب خبرة مش بس بالرياضيات، خليني اكتسب خبرة بكذا مجال. بس كون عم بتعاطى مع أطفال بيعلمونا الصبر. نعم. يعني أي حدا بده يتعلم الصبر رح يتعاطى مع أطفال، بس نتعاطى معهم بيعلموك أسلوب حياة مختلف عن الكبار، ما عندهم حقد، ما عندهم ضغينة، ما عندهم شيء، بالعكس عندهم أفكار كتير بسيطة. فهيدا الشيء كنت عم بتعلم استخدم أسلوب الأطفال مع الكبار. نعم. فهيدا الشيء بعتقد ممكن كتير يكون عم بيميز هيدي المبادرة عن غيرها من المبادرات، وأكيد هيدي الخطوة الأولى بهيدي المبادرة. إذا الله راد في خطوات تصعيدية رح كون عم بجمع كل الخبرات يلي تعلمتها، سواء كان بالرسم، سواء كان بالتمثيل، بالمسرح، بكل هيدي التفاصيل. أنا دجا عملي 5 مسرحيات إذا بدك، فحكون عم جرب استفيد من كل هودي الأشياء اللي أنا عملتهم. المسرحيات موضوع متعلق بمادة الرياضيات؟ شيء موضوع اجتماعي، مواضيع اجتماعية هيك بركي بكون عم تعلميهم يمكن كمان. هيدا الشيء الخطوة اللاحقة إذا الله راد اللي عم بلش أدرسها حالياً. إن شاء الله بنهاية العام بنهاية هيدا السنة إذا بدك، نهاية هيدا العام الدراسي، رح يكون في أول مسرحية رياضيات بتنعمل بلبنان وبالعالم كله، ما حدا بعد عمل مسرحية رياضيات. وين رح تصير وتنعرض؟ إن شاء الله خلينا خطوة خطوة، بعد قصة قيد التحضيرات إذا بدك. نعم. تكون في رح يكون في لها كذا عرض، بس العرض الأول حيكون أنا عادة بعتمد العرض المنفرد بمسرحياتي كرمال يكون عم بضمن إنه الفكرة أنا عم وصلها صحيحة. أوكي. كرمال ما يغلط مثلا ممثل أو تدريب وكله بعمله فور فري. فأنا هيدا الشيء ما فيني يكون عم بدفع لممثل أو أدفع لحدا وأنا أصلاً مش أخذي مصاري. نعم. سو بجرب استفيد قدر الإمكان من شو عندي إمكانيات، واللي ما عندي إياه بتعلمه كرمال أكسبه زيادة فيه أخدم غيري فيه. بركي هيك بتعرض هيدي المسرحية على مسارح المدارس هيك رح يصير إذا الله راد، وعم بحضر كمان شيء نعرض على وزارة التربية مثل مشروع. أكيد ما عندي هدف لتجاري ولا شيء، بالعكس أنا عم زيد خبراتي إذا بدك، عم حضر لمشروع يكون سنة الجاي إن شاء الله يدخل بضمن المناهج الدراسية بمادة الرياضيات. شو هو؟ كل شيء بوقته حلو، خلينا نمشي ستاب. لا ما فيك تحكي هيك رانيا، تركينا بلا ما تعطينا تفصيل. أوكي، شيء بيدخل ضمن شرح بس باستخدام تقنيات حديثة، يعني جرب وصل أفكار لطلاب، أفكار المنهج الدراسي اللي هو مترهل واللي هو بغض النظر عن كل التصدعات اللي فيه اللي بعد ما تغير لليوم، بس رح جرب استفيد انه نكون عم اذا بدك نربط كل الافكار الموجوده بهذا المنهج، توصل الافكار للطلاب باسلوب جديد وبطريقه جديده. نعم. اليوم بعد التواصل مع الطالب من خلال زوم، هيدي الابلكيشن اللي بنزلوها تحت يتعلموا ماده الرياضيات، شو اثر هيدي المبادره على الطالب من خلال يمكن التواصل معهم وتعاطيك معهم وردود فعلهم كمان؟ حلو. أول شغلة بس بدي ركز مع الطالب، ما بركز بس بمادة الرياضيات، أنا كتير بحب شجع الطلاب على الفن، أنا كتير بحب الفنون سواء كان رسم، ميوزك، أي شيء، فكتير بشجع الطالب على هيدا الأسلوب كمان. بس تشجع التلميذ على شيء تاني غير المادة، بحب الشيء التاني فبيتعلق بالمادة بناء على هيدا الشيء. يعني أنا مثلا بس فوت على الصف وشجع الطلاب يرسموا، بيصير الطلاب يتحمسوا يرسموا، بس يرسم الطالب تلقائيا بحب الأستاذ، بس يحب الأستاذ بحب المادة.
نعم. فهذا الأسلوب كتير بيعتمدوا بالتعليم، أنه جرب حفزهم من خلال أشياء هني بيحبوها. نعم. فبجرب ضويلهم أنتوا وين شاطرين، وكل إنسان لو مين ما كان يكون عنده إبداع بمحل معين، بس في أشخاص عرفوا هن وين مبدعين، في أشخاص بعد ما عرفوا. فهون نحن دورنا كأساتذة بغض النظر شو المادة اللي عم نعطيها، نكون عم نضوي للطلاب على هيدا الثغرة أو على هيدا الشيء اللي هني مبدعين فيه، تنغطي الثغرة اللي عندهم إياها. عظيم. فهي لما نستخدم هذا الأسلوب بعتقد كل الطلاب بيحبوا الأساتذة بيصيروا. يعني اليوم بدي أرجع أذكر كمان كل الطلاب اللي عم بيتابعونا وحابين يتواصلوا مع رانيا كنعان أونلاين، فين يفوتوا على صفحتها الخاصة على الفيسبوك اللي هي علمي علمك Live Love Mathematics، يلي من خلالها فيكم تعملوا لايك فقط وتتواصلوا معها وتسألوا أي سؤال حتى ترجعوا تعرفوا التفاصيل كافة عن يمكن الدوام، عن بدء الشرح بالنسبة لأي صفوف كمان، يعني كلهم أصلاً من خلال هيدي الصفحة وفيكم تاخذوا التفاصيل كافة. بكل بساطة بس يفوتوا على الصفحة رح يلاحظوا هني أنا منزلي فيديو بأول الصفحة بشرح فيه بالتفصيل شو عم بيصير، وكاتبي كمان مثل مقطع صغير بيشرح المبادرة بشكل مختصر، فكل عليهم يعملوا لايك للبيج ويفوتوا يتابعوا بالتفصيل شو عم بيصير. نعم. فان شاء الله اكيد كل الطلاب بتمنى على امل انه كل الطلاب عن جد يكونوا عم يستفيدوا من هيدي المبادره، لانه صارت يمكن ما ترجع تصير مره ثانيه. بتشكر اكيد كل الاساتذه يلي حابين يساعدوا، وبدي ادعي اي استاذ قادر يساعد بهيدي المبادره ما يقصر، لانه بالنهايه نحن هدفنا واحد، هدفنا نساعد الطلاب انه يتعلموا تا نتخطى هيدي الازمه اللي نحن عم نعيش فيها. ان شاء الله على كل حال هيدي المبادره مكفيه لحد هلا، ما في وقت محدد لها. هي بالمبدا ان شاء الله اذا الله راد عطانا قدره يعني لنهايه هيدا العام الدراسي. اهلا وسهلا فيك رانيا كنعان، طالبه ماستر بماده الرياضيات بالجامعه اللبنانيه، ومشكوره على هيدي المبادره يلي عم تقومي فيها اللي هي بتحمل عنوان علمي علمك. اهلا وسهلا. مشاهدينا رح نروح احنا وياكم لفاصل اعلان صغير وبنرجع لمتابعه احلى صباح. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم، بذكركم التواصل دائما من خلال السوشيال ميديا، تابعونا على انستغرام، تابعونا كمان على الفيسبوك بيج، اكيد من خلال يوتيوب، وايضا teleliban.com.lb. لقاء اخر بنروح له مع مؤتمر لدعم شباب لبنان، لدعم هالقدرات ولدعم هذه الفتره كمان. خليني اقول اول سيرفايف هو مؤتمر رح ياخذ طابع سوشيال ميديا لحتى يكون اكثر قريب من روح الشباب، قريب اكثر من روح هيدا المرحله، لحتى يقرب المسافات ويكسر الحواجز، لحتى ايد وحده نكون بهيدي الشراكه يلي بتجمع مؤسسات لدعم الشباب وبتجمع اشخاص عم يشبكوا ايديهم بايدين بعض باطار هيدا الموضوع. لحتى نحكي اكثر باطار هيدا الموضوع بصيرني استضيف معي بالاستوديو من الاكاديميه الدوليه لبناء القدرات ميساء كبي. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. It's a pleasure as well to welcome on board Laura Jordan Peterson from CODI organization. It's a pleasure to have you. Good morning. Thank you. اهلا وسهلا. وراح يكون معنا كمان مشاهدينا من خلال سكايب متحدث بخلال هالمؤتمر، راح ناخذ منه اكثر تفاصيل عن البرنامج اللي راح ينطرح بها المؤتمر. صلاح احمد صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. تباعا خلال اللقاء صلاح رح نكون معك لنتوقف عن تفاصيل متعلقه بمضمون البروجرام، خليني اقول ومضمون المؤتمر، ولكن اسمحوا لي ابدا مع ميسا. ميسا، بدايه هيدي الشراكه يلي بتطلع اكثر للشباب بهذه المرحله، خبريني كيف بدات الفكره. اولا نحن كاكاديميه دوليه لبناء القدرات معنيين ببناء قدرات الشباب واي حدا بيريد يبني قدراته. نحن بنقدم تدريبات بميدان بكذا ميدان، ومن ضمنهم ميدان المانجمنت، الاداره، الانتربرينورشيب، وكل شيء بيتعلق بالاونلاين بزنس. وبس لما شفنا حسين قايم بهيدي المبادره الرائعه لدعم الشباب بظل هيدي الازمه، بعد أزمة يعني نحن شفنا أنه كانت هيدي السنة شوي تقيلة علينا كلبنانية، أزمة الدولار، انفجار بيروت، كورونا، وهلأ كلنا اليوم متجهين نحو الأونلاين بزنس. therefore حبينا أنه نكون شركاء بهيدي المبادرة الرائعة لدعم الشباب. هيدي المبادرة رح تكون
بتخول الشباب انهم يبنوا their business online. هيدا الشيء بيتوافق مع مبادئنا واهدافنا ك IABC. therefore بنتشرف بانه نكون part of it. اكيد وهذا عمل رائع بيطلع لشباب لبنان وخاصه بهالمرحله. لورا, given all the circumstances that the Lebanese youth are going through, especially after the Beirut explosion, after the economical crisis, after the COVID-19 that's been hitting on all of the world, what's the impact that CODI organization would like to put throughout this action and throughout this collaboration? So what we teach at CODI is web development and computer literacy. We're trying to get the youth in Lebanon to join the tech sector to find employment. So they go through our program, we teach them everything they need to know. We teach them English, we teach them life skills. And then from there, they either find full-time employment or remote jobs or freelance. So this is why we joined this event, because we're trying to help the tech ecosystem in Lebanon grow. And now we were based in Beirut and now we're opening in Tripoli. Mm-hmm. So we're just trying to reach as many people as possible. That's amazing. مثل ما عم بتقول لورا انه مؤسسه كودي هي اللي دعم الشباب ولحتى تكون عم تحفزهم على ايجاد فرص العمل المناسبه لهم لحتى يعرفوا يبحثوا عنا يعرفوا المناسب لهم من بعد الفرع الموجود ببيروت، الفرع الاخر المتواجد بطرابلس كمان يلي عم يتم العمل عليه ليقدروا يوصلوا لشريحه اكبر ممكنه باطار هيدا الموضوع، والهدف انهم يكونوا الى جانب الشباب اللبناني وخاصة بهذه المرحلة يلي كانت حساسة ومرحلة العالم كله قدر يطلع فيها على لبنان. فمن هالمنطلق كودي عم يعملوا شغلهم بإطار هيدا الموضوع. رح انتقل عبر سكايب مع صلاح أحمد يلي كمان عم ينضم لنا. صلاح برجع بصبحك بالخير، ومن خلال هذه المبادرة وبأهميتها مثل ما عم نحكي خبرنا شوي من خلال وجهة نظرك، من خلال الانبوت يلي حضرتك رح تحطه، شو أبرز الأشياء يلي بده يتضوى عليها بهذا المؤتمر؟ طبعا احنا من خلال هذا المؤتمر راح نحاول انه احنا نعرض اكثر من 6 طرق من خلالها بيقدر الشباب اللبناني وجميع الموجودين بلبنان انهم يشتغلوا اونلاين، من خلال الاونلاين فريلانسنج، اونلاين انتربرنور شيب، ديجيتال ماركتنج، الافلييت ماركتنج، او عمل اونلاين شوبس. من خلال هاي الاشياء راح نطلع الشباب على كل الاليات والطرق اللي بيقدروا من خلالها انهم يقدروا يشتغلوا اونلاين، خصوصا في ظل الظروف الموجوده حاليا سواء الكورونا فيروس او المشاكل الاقتصاديه الموجوده في العالم. ومن خلال هذا طبعا من خلال اكثر من 25 مؤسسه شريكه راح نقدر نقدم هاي الخدمات. طبعا احنا دورنا كشركه عندنا خبره كبيره في هذا المجال، انه اكثر من 7 سنوات بنشتغل اونلاين فريلانسنج وبندرب شباب حول العالم، وقدرنا ننجح بلبنان انه احنا ندرب مجموعتين من الشباب مع بالشراكه مع كواد ومنتدى بلس، وحققنا قصص نجاح رائعه قدروا منها شباب لبنانيين وكمان سوريين وفلسطينيين انهم يشتغلوا اونلاين ويقدروا يبدوا يحققوا دخل من خلال العمل عن بعد مع شركات ومع أشخاص وزبائن خارجيين. نعم نعم. أكثر رح أرجع أحكي معك عن يعني أدى هذا الموضوع اليوم، وخاصة يلي فرضوا COVID-19 كمان هالفيروس يلي قرب المسافات خليني أقول وفصل العالم من جديد. رح أحكي عن أهمية كل هذه الشركات. رح أرجع لك صلاح. ميساء اليوم لما نحكي عن I Will Survive انطلاقا من عنوان هيدا المؤتمر، قدي في أمل هوب وقدي كمان بنفس الوقت في وجع، اثنيناتهم رح يكونوا مدموجين لحتى يتم العمل على إصلاحهم خليني أقول لمستقبل أفضل لهالشباب. صحيح. نحن اليوم شايفين
شايفين قديش عقبات هيدي الأزمات اللي مرت علينا نحن كلبنانيين كانت وخيمة. Therefore نحن بندعي كل الشباب اليوم، أي حدا عنده فكرة، أي حدا عنده أونلاين ماركتينج أو أونلاين بزنس منه عارفين كيف يطوره يحسنه أو يبني عليه، أي حدا عباله أنه يحول البزنس تبعه من ريل شوب لأونلاين شوب، أنه يشارك معنا بالمؤتمر نهار السبت ب 24 الشهر. They can register على الويب سايت iwillsurvive.com to have their names. كونوا كتار معنا لأنه عن جد في أمل. يعني if they know كتاب move with your cheese, who moved my cheese, يلي هو أنه أصلاً نحن معروفين عنا كشباب لبنان أنه ما في شيء بيوقفنا هون برا أونلاين، أزمة مش أزمة نحن قوية. Therefore بدي من كل الشباب أي حدا عنده أي فكرة to join us نهار السبت لحتى نكون كتار ولحتى الكل يستفيد. يعني أكيد بهالإيجابية يلي عم تحكي فيها أكيد قادرين نوصل لشباب واعد ولشباب قادر يتخطى هيدي الأزمة. Laura, given all what we're going through, and given this beautiful partnership with more than 20 organizations in order to lift the Lebanese youth, how feasible is that? How do you think you would play a major role, all of you together, to lift the Lebanese youth and to give them hope for a better future? Yeah, so that's exactly what we're trying to do at CODI. All of our programs are for free, and I think this is why this event is great. People need to be able to, people can't afford things right now. They can't go to university. Maybe these kind of events are what give them hope for the future. To learn new skills online and for free is the best thing that we can do for them now. They can do it from their home, from the safety of their homes, and yeah, that's definitely the way forward. مثل ما عم بتقول انه هذا الامل اللي عم بيحاولوا يحطوه بكل هالشركات وخاصه انه هو مجاني عم ينعطى لكل هالشباب يلي قادرين بكبسه زر من بيوتهم بامان بعيدا عن اي مخاطر متعلقه بفيروس كورونا، قادرين يكونوا عم يتابعوا عم يحصلوا على المعلومات، وهيدي المجانيه بالعطاء يلي بتخليهم يتطوروا يتعلموا يكتسبوا. كمان صلاح رح ارجع لك بموضوع الاونلاين، اذا بدي احكي مع حضرتك من خلال الفقره او من خلال العمل يلي انت رح تكون عم تشتغل فيه كمتحدث بالمؤتمر، الشق المتعلق بيلي انت رح تعطيه، خبرني شوي عنه اكثر. راح احكي ان شاء الله عن الاونلاين فريلانسنج، كيف اي شاب عنده او صبيه عندها مهاره مثل الجرافيك ديزاين او البرمجه او الديجيتال ماركتنج او الترجمه او الكتابه والتحرير، انه يقدر يستخدم منصات للعمل الحر مثل الاب وورك، فريلانسر، مستقل، فايفر، ويقدر من خلال هاي المنصات انه يسوق المهاره تبعته، يبدا يحصل على مشاريع سواء من منطقه الخليج العربي او من اوروبا او امريكا استراليا وباقي الدول المختلفة، وبالتالي أنه يقدر يطلع من السوق المحلي الموجود فيه ويحاول يجيب زبائن أكثر من دول مختلفة، وبالتالي هاي المهارة يقدر يحولها لشيء مدر للربح طبعاً، وبالتالي بيقدر يتغلب على مشكلة البطالة، بيقدر يتغلب على مشكلة أنه ما في فرص في السوق المحلي، أو أنه كتير من الناس المهرة أو كتير من الشباب قاعدين بالبيوت متوفر طبعاً عندهم إنترنت وكهرباء، وبالتالي بيقدر يستغلوا هاي المصادر اللي عندهم أنهم يقدروا يدخلوا على حالهم مصادر ربح متنوعة، وبالتالي يقدروا يتغلبوا على كل الإشكاليات والتبعات الموجودة في الاقتصاد المحلي. Laura, given all the experience you've had in CODI and on a personal level in this field, let's say, what are the main and most prominent challenges that would face such jobs? Obviously, internet connection and electricity. Those are two big problems. I think otherwise, it's just showing the around the world that there's really talented developers and youth in Lebanon, and that they should start outsourcing projects to here. Doesn't necessarily mean just jobs in Lebanon for them. Once we have internet and laptops, they can work anywhere, right? And then for them, that's great because they get fresh dollars into the country.
It's better for them, it's better for the country here. Absolutely. مثل ما عم تقول وسؤالي عن التحديات، ابرز التحديات اللي ممكن تواجه هيك مشروع، كان التحدي الاكبر يعني مثل ما ذكرت بالاول ان كان الانترنت جهوزيته سرعته، وان كان كمان الكهرباء اللي هن عاملين يعني عم نحاول قدر المستطاع نطالب بوجودهم من ابرز يعني متممات الحياه اليوميه، خاصه مع الاونلاين ليرنينج هلا ومع كل شيء باتجاهه على عالم الانترنت. كمان ذكرت انه الطلاب وكل المشاركين وكل الاشخاص الراغبين يكونوا والشباب اللبناني عندهم فرص بايجاد عمل مش بس داخل لبنان انما خارج لبنان، والاهم من هيك انه فيهم يشتغلوا على اللابتوب تبعهم من وين ما كان، ويقدروا كمان يقبضوا فريش ماني. لما نحكي فريش ماني يعني عم يقدروا يدخلوا كمان دولار فريش ويقدروا يستفيدوا منه. فهذه مبادرة بتجمع كمان وبتطلع إلى الحالة يلي عم بمروا فيها الشباب اللبناني اليوم من جراء هذا الوضع. ميساء، كل يلي عم نقوله في كتير من الإيجابية، في كتير من الوعود. خليني أقول شخصيا هيك على صعيد شخصي، شو رح يطلع ببالك خطوات تانية؟ كيف رح يكون في متابعة لهذا المشروع؟ لأنه بعرف هذا المؤتمر رح يكون نهار واحد ب24، ولكن بعرف قدي أنت وبعرف قدي كمان الأكاديمية الدولية لبناء القدرات بتآمن بمتابعة المشاريع يلي بتبلشها. صح، أول شيء نحن كأكاديمية دولية لبناء القدرات على نقطة السستينابيليتي، على نقطة المتابعة، نحن حولنا أغلبية دوراتنا من الفيزيكال بليس للأونلاين. سو هيدا هو نوع من الفلكسيبيليتي إذا بدك بالتعاطي مع الأمور. هيدا شغلة. شغلة تانية، هيدا المؤتمر ما حيخلص هون، يعني شريكنا حسين عم بحضر بالشراكة طبعا مع الـ25 جهة التانية، عم بحضر لأنه يكون هيدا البروغرام مستمر، عم بحضر لـ 300 ساعة تدريبية لأمور موسعة أكتر بسنة 2021، عم يسعى لأنه يجيب تمويلات دولية لهيدا الموضوع لحتى الشباب قدراتهم ما توقف هون، المؤتمر ما يكون بس نهار واحد ولكن يكون مستمر. يعني هذا الاستمرارية هي الأهم. صلاح، رح أرجع لحضرتك كمان من خلال الحديث اللي عم نقوله، من خلال أهمية هذه الشراكة، من خلال الاستمرارية، من خلال هذا الدعم يلي عم بتحطوه، شو المتوقع؟ شو برأيك يمكن أبرز هموم الشباب اليوم يلي يمكن رح يطالبوا فيها، يلي رح يكونوا بحاجة أنهم ياخدوها من هذا المؤتمر؟ طبعا الهم الشاغل دائما للشباب هو كيف انا راح اقدر اقضي على موضوع البطاله، او الاقي فرصه اونلاين، ايش التوجه المناسب تبعي اونلاين، شو السوق محتاج اونلاين، كيف انا ممكن احول المهاره تبعتي لشيء مدير للربح، كيف اضمن حقوقي الماليه، شو هي هاي المنصات، كيف ابني عليها بروفايل منيح، كيف أضمن حقوق المالية والقانونية. إحنا طبعا راح نجيب على كل هاي الأسئلة وننقل تجربتنا خلال السبع سنوات الماضية للشباب، ونحكي لهم كل قصص النجاح اللي طلعت معنا بلبنان، وكيف إحنا قدرنا ننجح مع شباب كتير مختلفين سواء كانوا في دول مختلفة، وكيف نقلنا لهم الخبرة تبعتنا من سواء كنا من وضع اقتصادي مزري لحصار لبنية تحتية سيئة جدا، وكيف قدرنا ننجح احنا نجاح باهر في فلسطين. وراح ننقل هاي التجربة للشباب ونعطيهم الامل انه انتم عندكم فرصة كبيرة انكم تقدروا تنجحوا، تقدروا تحققوا نجاح كبير. انا اشتغلت بصراحة مع أكثر من 20 شاب وصبية بلبنان، وكانوا كتير رائعين ممتازين، عندهم المهارات المناسبة، بس كانوا هم محتاجين فقط للفرصة حدا يعرفهم على الوسيلة المناسبة أنهم يقدروا ينطلقوا ويشتغلوا. بالفعل أن حققنا قصص نجاح مبهرة، شباب صار عندها دخل من دول مختلفة، صار في رينج من 400 إلى 500 دولار دخل شهري من خلال العمل بمهارة حقيقية، سواء كانت تصميم أونلاين أو تحرير، أو حتى في عنا شباب اشتغلوا كهندسة معمارية أونلاين وديكور، وهذا كان كتير رائع وكتير مثمر. احنا طبعا راح ننقل هاي كل هاي التجارب وكل هاي المواضيع للشباب. نعم. لوراج، following this
Cody experience, let's say, and how the world has become like one tiny globe, and especially with the pandemic this year, we have all the same worries, we have all the same fear, let's say, and especially when it comes to the youth, how common are the concerns of the youth, not just in Lebanon, but all over the world? I think, to be honest, it's the same kind of everywhere with the youth at the moment. Like, everybody's feeling so unsure. People are losing their jobs if they had them in the first place. But there's this whole shift towards digital and everything becoming online. And I think if we are the generation that can keep up to date with this, if we stay in jobs and trying to get skills in the development, in the digital development world, then for sure that's the way forward. And we're seeing so many opportunities within the sector. We get many, many calls every day for projects, for jobs at Cody. So I think definitely in that, in the sector, there's hope for a future in that. I think we just have to adapt and kind of take each day as it comes with the situation. Absolutely. مثل ما عم تقول لورا وباختصار بختام لقائنا انه اليوم هذا التحدي اللي عم بيواجه الشباب اللبناني هو تحدي مشترك مع كل الشباب وين ما كان باقطار العالم من خلال عملهم من خلال كودي ايضا المؤسسه اللي عم تشتغل لحتى تكون عم بتقدم دعم لهالشباب من خلال الاتصالات يلي بتوصل لهم الالتزام الإيجابية اليوم هن عاملين أساسيين لحتى يقدروا يقدموا فرص لهالشباب يلي صارت همومهم مشتركة وخاصة من بعد هيدي السنة يلي كمان وباء كورونا قرب أكثر العالم وجعل هم واحد يكون هم مشترك عند الجميع. لورا جوردن بيترسون from Cody, it's been a pleasure to have you, among us. أهلا وسهلا. ميساء كبي من الأكاديمية الدولية لبناء القدرات، تحية لك ولكل العاملين أيضا بالأكاديمية، بعرف قد عم تتعبوا وقد مهم عملكم، شكرا لحضورك معنا. وأيضا المتحدث بالمؤتمر صلاح أحمد، شكرا لوقتك مباشرة عبر سكايب شاركتنا كمان بها الحلقة، شكرا صلاح. شكرا جزيلا لكم. وهيك من خلال هاللقاء مشاهدينا يلي بنرجع ندعيكم لإله انه تكونوا اونلاين، بتتسجلوا من خلال iwillsurvive.com وبتكونوا ب 24 شهر بتاخذوا كل التفاصيل، وخاصة شباب اللبناني اليوث يلي بحاجة بهيدي المرحلة لحدا يوقف حدهم، واكيد رح يكون في ناس واقفين حدهم من خلال I Will Survive. بريك ومنتابع نحن وياكم بلقاءاتنا وبحلقتنا، بعد في مواضيع، بعد في تفاصيل كتيرة، No Zapping، خليكن معنا. مشاهدينا مكملين صبحيتنا معكم لليوم أكيد ضمن برنامج أحلى صباح عبر شاشة تلفزيون لبنان. فعلا بالرغم من كل الظروف يلي عم نقطع فيها، خاصة فئة الشباب والأمل يلي بمطرح معين كنا رح نفقده، ولكن دايما عم يطلع قدامنا العديد من القصص والقصص الحلوة يلي دايما بتعطينا بصيص نور أنه رحنا رح نكفي، رح نبقى بلبنان. بعد في قصص كتير حلوة نقدمها، كيف إذا لبنان انتقل للعالمية، وأيضا مبادرة جديدة أو اشتراك جديد من شابة لبنانية خلينا نقول نقلت لبنان إلى العالمية. باميلا نصور هي حاصلة على PhD فيلم ميكر، وأيضا أستاذة أو بتعلم بأحد الجامعات، قدمت على مسابقة عالمية ونالت جائزة أفضل مخرجة عن فيلم التجربة. طبعا تنعرف أكثر عن هذا الموضوع رح نكون باتصال مباشر عبر سكايب مع باميلا نصور. صباح الخير. صباح النور. باميلا، يعني فعلا هالخبر الحلو يلي مثل ما بيقولوا عطى الشباب امل، اليوم مشاركتك ببرازيل انترناشونال مونثلي اندبندنت فيلم فيستيفال، خبرينا اكثر اول شيء عن هالفستيفال، خبرينا بشو بيتميز وكيف كانت مشاركتك فيه وكيف كانت الانطلاقه. اوكي، برازيل انترناشونال مونثلي اندبندنت فيلم فيستيفال هو مهرجان بيصير بمدينه ريو دي جانيرو البرازيليه. المميز بهذا الفستيفال انه هو بيصير اونلاين،
وهذا الشيء بيفتح مجالات قدام محبي السينما وقدام المخرجين انه يقدروا يتشاركوا هيدي الخبره من دون ما يكون في عائق المسافات او الوقت. بيوصل على هذا المهرجان أفلام من كافة أنحاء العالم، وأنا كنت محظوظة أنه فيلمي شارك بالمنافسة الأولى لهذا المهرجان. هذا المهرجان تأسس بتموز 2020 وأنا كنت ضمن الـ first competition، ويعني كنت محظوظة أني أربح. نحن كلنا محظوظين انك انت ربحتي فعلا، تنضل نرجي هالصوره الحلوه عن لبنان. حضرتك ربحتي باوغست اديشن، يعني حضرتك قدمتي دغري اول ما بلش، ومثل ما بنعرف او بنخبر المشاهدين انه هيدا الفيلم فيستيفال برازيل انترناشونال مونثلي اندبندنت فيلم فيستيفال، هو ايضا كمان يمكن كل مشارك بيشارك او بيربح خلال الشهر رح ينتقل لباست يير اوورد، مزبوط؟ يعني ممكن يكون في ربح تاني؟ لا، هي الدورة هي شهرية، بيكون في مقابلنا منافسين من كذا بلد، كذا كاتيجوري للأفلام، كذا نوع فيلم. أنا كنت مشاركة بالكاتيجوري تبع الأفلام التجريبية. المنافسة هي شهرية، يعني متى ما تخلص الدورة بنكون عم ننتقل على دورة جديدة، ما بيكون أنا خصني بالدورة اللي بعدها. أنا كنت بدورة شهر أغسطس. صحيح. حضرتك حكيتي عن فئة الأفلام التجريبية، شو يعني فيلم تجريبي؟ الفيلم التجريبي هو نوع أفلام للأسف ما كتير ناس بتعرف عنه، بالوقت اللي هو نوع كتير حلو. هو بيختلف عن السينما الكلاسيكية، عادة المشاهد لما بيتوقع أنه يحضر فيلم بيكون عم بيتوقع أنه يشوف قصة، يسمع حوار، يتعرف على شخصية يكون عم بيتابعها بقلب الفيلم. الفيلم التجريبي هو إذا بدك بينقض كل هيدول المعايير الكلاسيكية للأفلام. من خلال الفيلم التجريبي نحن فينا نكون عم نوصل الأفكار من خلال صورة والصوت، أو من خلال الصورة لوحدة من دون ما نكون عم نستعمل صوت. هيدول الأفكار بتكون عم تتخطى لحدود الفكرة الروائية أو الفكرة اللي منقلها ناراتيف باللغة الأجنبية، ونكون أكثر عم نجرب نمس بالعقل البشري أو بالإنسان من خلال شيء من جواته، من طريقة أنه منقدر نلمسه من خلال الأفكار والصور والأصوات إذا كنا عم نستعملهم تبع الفيلم. كل إنسان ممكن يقدر أنه يكون عم يعمل أناليز أو تحليل لهذا الفيلم بطريقة كتير ذاتية وبطريقة كتير شخصية. مشان هيك هيدا النوع الأفلام ما كتير بياخد حقه بالسينما، بالوقت اللي هو فعلاً بيكون عم بيتخطى الحدود اللي مرسومة ومحطوطة للمشاهد. صحيح. وهيدا حتى لاحظت هيدا النوع من الأفلام أيضا بيشبهك، يعني اليوم دايما بمحاضراتك لما بتشاركي بـ International Film Festival تتعملي كومنت أو تقدمي يمكن تحليل مع المشاركين لأفلام معينة، بتحاولي أنك تروحي على هيدا الموضوع، انه التحليل كيف كل شخص شاف من منظاره الامور. وايضا فيلمك الى حيث او بال اذا بدنا نقول انجليزيه تو نوير، شارك ايضا او كان يعني لو من كورونا كان رح ينعرض ببيروت انترناشونال وومن فيستيفال، وايضا حضرتك اتواز سيلكتد ب ذا لبنيز انترناشونال فيلم فاستيفال إذا مش غلطاني. خبرينا أكثر، قديش لقى أصداء إيجابية، قديه تلاميذك حبوه، قديه أصحابك حبوه، قديه كمان أيضا لما عرضتيه بمنطقة راشعين قديه كان الإقبال عليه حلو؟ أول شيء الأفون بريمير كانت براشعين، كان بعرض خاص، كان في انفيتاسيون بريفي. اللي ما كنت متوقعته هو التجاوب الإيجابي مع هيدا الفيلم. كتير كان قدر لمس اللي شاهدوه، قدر يدقرهم بمحل معين لما كانوا عم بيعطوني الكومنت والفيدباك. اكتشفت انه هيدا الفيلم فعلا بمحل كان هيك تخطى الحدود.
بس تصحيح صغير انه هو انعرض ببيروت وومن فيلم فيستيفال لانه هن عملوا اونلاين بلاتفورم للافلام بعد ما صار الكوفيد وهيك كان عم بيصير بكل الفستيفالات يعني لهلا انعرض اونلاين بحكم الوضع انه ما فينا نتجمع وما فينا عم نكون بصاله مغلقه مين ما عم بيحضروا او مين ما عم بيكون على هدول البلاتفورمز وعم بيشوفوا فعلا عم بياخذ فيدباكس كثير حلوين عن الفيلم تلاميذي بمحل كمان يمكن كانت اكسبيرينس جديده انه يحضروها بحكم انه هن كتلاميذ معودين على الفكره الكلاسيكيه او على الطريقه الكلاسيكيه هي كانت طريقه تفرجيهم انه كيف السينما بمحل فيها تكون عم توصل قصص ابعد من ما نحن متخيلين وكيف فينا نكون عم نتعامل مع الصوره ومع الصوت بطريقه جديده او غريبه عن العاده صحيح على كل السينما أو الفن بشكل عام هو لغة إذا بدنا نقول تخطط كل معايير الكلام حتى اللي نقدر نحكي من خلالها خاصة بفترة وباء كورونا وخصيصا بعد انفجار مرفق بيروت قديش شفنا تريلرز أو كليبات أو فيديوز كانت العالم من خلالها عم بتعبر بمطرح معين عن يلي عم بتحسه باميلا يعني أنا من متابعينك على السوشيال ميديا صراحة كنت عم تحكي عن الريفيوز وانا كنت دايما عم بقراهم خاصه تلاميذك وناس تطلب منك انه بليز فيك ترجعي تبعتي لنا الشورت موفي يعني هالقد لقى اصداء ايجابيه كيف انطلقت معك فكره الفيلم الى حيث له خبريته هو بلش فعلا اذا بدي اقول لك بلش بالغلط أنا من 2014 كنت عندي نوع من انجاجمون أو كنت حب أنه صور الجسد وبالتحديد جسد المرأة لأنه كنت اتضايق وبعدني بتضايق من الطريقة اللي العالم بتحط فيها جسد المرأة يمكن في استعمالات لهذا الشيء طريق بطرق منها حلوة أو بتحطه بموقع منه لإله أنا بالنسبة لإلي كنت شوفه كتير مقدس كتير شيء حلو وحطيت بوقتها بهذه الفترة حطيت أنه عايزة موديل عايزة حدا أني صوره وشاف الستاتس على فيسبوك مدير التصوير لإلى حيث جوزيف عبدو شاف هيدا الستاتس وتواصل معي لأنه كمان هو انترسي كان بهيدا السوجي وهون تواصلت أنا وجوزيف وخبرته شو عم بعمل وخبرني هو هيك رؤيته للموضوع ومن هون بلشت الفكرة كان جوزيف بأبو ظبي وأنا كنت بلبنان وكان هو يجي على لبنان مرة بالسنة سو مشان هيك أخذ فترة التصوير أخذ وقت طويل أكثر من ما أي حدا ممكن يتوقع أخذ التصوير 4 سنين كنا كل سنة عم نصور نهار بحكم المسافات أنا وجوزيف ولما قررنا نصور نحن بلشنا مثل سكريبت إذا بدي كنا عم نجرب فعلا عم نجرب نشوف قدي معقول الجسد يوصلنا نحنا كنا عم نستعمل تقنية الماكرو يعني هي للي ما بيعرف هي بناخد لقطات قريبة كتير كتير قريبة لدرجة العين المجردة ما بتكون قادرة انه تشوف هيدول التفاصيل من بعد سنة من البروجي قررت انه انا بدي نص وكنت انا الرؤية اللي عم شوفها انا وجوزيف انه احنا كنا عم نمشي برحلة على الجسد وهون استعنت بدكتور فوزي يمين اللي هو شاعر وكاتب لبناني خبرته انه بدي نص وما خبرته عن شو عم نصور خبرته انه بدي نص عن رحله حلوه كثير ومتعبه كثير ولاحظنا كان هو كاتب نص وعطاني اياه وكان فعلا هو النص المناسب واخذت يعني 4 سنين لحديه 2019 على 5 سنين عملنا المونتاج و فعلا وصل الفيلم لمرحله نحن ما كنا متوقعينها والابعاد اللي وصلنا لها بهذا الفيلم كانت تحدي لنا كثير كبير يعطيكم الف عافيه فعلا على هالعمل الحلو كنت ذاكره على ستوري على انستغرام عم تسالي المتابعين تبعك ايمتى بدك تعرضي التريلر يعني اليوم او بكره رح تعرضيه اليوم رح أعرضه اليوم من بعد الانترفيو يعني بعد الانترفيو بشي ساعة رح نزل التريلر تبع الفيلم
وهيك بحب استفيد من هذه الفرصة تقول انه اللي بيحب انه يعرف اكثر عن الفيلم بالبايو عندي على انستغرام في لينك، هذا اللينك بياخذكم على الميكينج اوف تبع الفيلم. عملنا مثل دوكيومنتري، نوع من ريبورتاج اذا بديك، اخراج موريس زغبي، تنخبر القصة كيف انعمل الى حيث، وبيتضمن هذا الميكينج اوف شوية مشاهد مش كتير. واليوم حنعمل الريليس تبع التريلر، الاوفيشال تريلر. لكن خلينا نبلش من هلا ونروح سوا مع المشاهدين لنشوف التريلر. رغم ذلك لم استكن لحظة، لم اركز على عود. نازل حفرا في حفرتي، القانس هدأتي، المشرع لوثتي، الضارب ابوابي بنوافذي، الجالس مطمئنا في قلب ضجيجي وفحيحي. باميلا، فعلا هالتريلر يمكن يلي هو جزء من شورت موفي، او اذا بدنا نقول هو السامري او الملخص بمطرح معين، قديش بفوتنا فعلا مثل ما حضرتك قلتي كيف كل انسان بيشوف من نظرته الخاصه، كيف بيقرا القصص، قديش لما قلتي بتستخدمي تقنيه الميكرو ولا ماكرو؟ ماكرو لنس الماكرو. صحيح، فعن جد درنا لاحظنا هذا الموضوع، وايضا الى حيث مكمل الله راد بجولته على المهرجانات، يعني الفيلم فاستيفال. خبرينا اكثر شو الخطوات يلي جايه. عاده لما بتعملي فيلم او لما بتكوني عم تشتغلي على قطعه معينه، ما بتكوني متوقعة وين معقول توصل. عادة الفيلم بيكون عايش على الورق أو عايش على هلأ الكمبيوتر أو عايش على شاشات الأديتينج، ما بيتخيل واحد وين معقول يوصل، وخصوصي أنه نحن عم نحكي عن فيلم تجربة، يعني بمحل حظوظ أقل من الفيلم الروائي. أنا كنت كتير محظوظة أنه إلى حيث قدر يبلش يبرم وحقق هذا النجاح بالبرازيل، إلى حيث لهلأ طبعاً نعرض بلبنان، راح على الهند، راح على فرنسا، راح على البرازيل مثل ما حكينا، وهلأ عن جديد حيكون بتركيا. أكيد عم بيبرم أكتر، أكيد عم نقدمه أكتر على مهرجانات متنوعة، بس هيدول اللي هلأ هني official selection. وأنا كتير مبسوطة، وعن جد قد ما أكون عم حاول عبر عن قدي أنا مبسوطة أنه هيدي القطعة وصلت لهالقد محلات بالعالم، خصوصي أنه لحضارات مختلفة، لناس بتفكر غير عنا، بتحكي غير عنا. فكرة أنه إلى حيث يوصل لعندهم ويتلاقى بهالقد إيجابية هي شغلة كتير حلوة، وبتأكد أنه السينما فعلا ما إلى حدود. كان الفيدباك من البرازيل كتير حلو، وكنت محظوظة أنه قدرت تعرفت على الفاوندرز تبع الفاستيفل، وأخذت منهم فعلا كلام كتير 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 حلو. ما كنت بتوقع أي حدا أجنبي ممكن أنه يعمل إيدنتيفيكاسيون مع هذا الفيلم، خصوصي أنه مكتوب بالعربي الفصحى. صحيح، بالعكس دايما لأنه ثقافتنا حلوة بمطرح معين، ثقافة لبنان وتعلقنا فيها بمطرح معين أو الثقافة العربية بشكل عام، يمكن من أرجي الصورة الحلوة لهيك بيشوفوا شيء عكس ما بمطرح معين يلي بيشوفوه عادة عن البلدان العربية. وهلأ رح نشوف كمان أيضا باميلا بعض الصور لإلك ونعلق عليهم أكيد مع المشاهدين. بلشنا منشوف الصور، هيدي يمكن صورة لإلك شفتها كمان على إنستغرام، تخبرينا عنها أكثر؟ هيدي الصورة أخذتها مصورة شاطرة كتير اسمها ميزة عيساوي، يعني بورتريه. ما بعرف شو بدي خبرك، هيدا وجهي. بالأم هون حضرتك هون يمكن كنت فول فوكس عم تركزي على شيء، عم نشوف قديش انت عم بتكوني جدية بالعمل ولكن بمطرح معين روحك ايضا حلوة، هل هيدا الشيء بتعكسيه على تلاميذك؟ اكيد، لانه التلاميذ بيعرفوا والناس بتعرف بمحل انه صناعة الافلام منها شيء هين، يعني هي عملية فيها ستريس كتير.
عملية بدها دقة كتير، ما فيك تكوني عم بتغيبي عن تفاصيلها، ما فيك تكوني تستسلمي لأي مشكلة ممكن تواجهك خصوصي بهدول الأوضاع اللي نحنا فيهم. مشان هيك أهم شيء أنه الواحد يكون وراء الشاشة الصغيرة أو وراء المونيتور، المخرج وفريق العمل عم ينتبهوا على أقل التفاصيل وعم بيكونوا بمحل إيد وحدك لنجاح هذا العمل. مشان هيك أنا بقول لتلاميذي أهم شيء الرواق، وأهم شيء أنه الواحد يكون عم بيفكر وبرواق عم بياخد قراراته وعم عم بياخد التيك تبعه. باميلا، يعني قد ما نحكي معك الوقت هيك بيقطع سريع، حتى خاصة لما بنسمعك بالمحاضرات. لحنا بدنا نشكر مشاركتك اليوم معنا من برنامج أحلى صباح، وإن شاء الله يا رب بخطواتك اللاحقة بتحقق نفس النجاحات وبتضلك بهيدا النجاح وتضلك صورة حلوة للبنان. مرسي كتير، كلك زود. Thank you so much. أهلا وسهلا. مشاهدينا، فاصل إعلاني صغير، خلوكن معنا وبنرجع لكم مع الزميل شادي. مشاهدينا، منتابع بصبحيتنا، ولما نروح بهيدا الشق إلى عامل يلي خرقت التقليد بالمجتمع المدني، إلى هذه المؤسسة يلي تخطت حدود الوطن لحتى تكون مؤسسة صحية اجتماعية تنموية حقوقية، مؤسسة إنسانية بعيدة كل البعد عن أي طائفية. اليوم لما نحكي عن هالممارسة بالدور يلي لعبته من بداية عملها ولحديت اليوم، إن كان بأيام الحرب إن كان بأيام السلم، كانت دائما على مسافة من الوطنية ومن الإنسانية، وما زالت مستمرة بهالنهج لليوم. اليوم التفكير الإيجابي والتفاؤل المستمر هن عناوين دائما مترسخة بكل عمل. واليوم كمان الميمات ثلاثة، يعني لما نحكي مبدأ موقف وممارسة منكون عم نحكي عن مؤسسة عامل الدولية. من خلال اليوم إصدار جديد تحت عنوان أبعاد التنمية والعولمة المستبدة، كتاب وإصدار من خلاله منحكي أكثر بالإنعكاسات على القطاع المدني بالتوصيف لبؤس العولمة وما وصلت إليه. الملفت بهالكتاب أنه انتهى قبل جائحة كورونا، مشان هيك ما في تطرق إلى هذا الشق وهلأ منحكي عنه، ولكن كمان بتلفيفه وبتفاصيله في غمزة كمان إلى كل هذه المأساة الاجتماعية يلي عم نمر فيها، بوقت في فساد بالمجتمع، بوقت في كمان عدم إنسانية بالتعامل ببعض الأحيان. واليوم كمان يمكن الشعب عم يرزح تحت ثقل السلطات، تحت الأهمال، تحت ثقل هذه المرحلة. دكتور كامل مهنا، رئيس مؤسسة عامل الدولية، ضيفي بالاستوديو لحتى نحكي بإطار هيدا الموضوع. دكتور صباح الخير. أهلا فيك. شكرا. أهلا وسهلا فيك. بداية قبل ما أحكي ونبارك على الكتاب أبعاد التنمية والعولمة المستبدة، إذا بدي أحكي عن عامل اليوم هالمؤسسة اللي بتتخطى الحدود لحتى تضل بإطار عملها، إن كان الحقوق التنموي الاجتماعي الصحي، اليوم أدي حضرتك راضي عما حققته من البداية وصولا لليوم؟ يعني الواحد والله مرة لازم يرضى عن لم يعمل عنه، لازم يعمل يفكر يعمل أحسن دائما. عامل يعني هي إلى علاقة، والكتاب كمان بهك تجربة أنا عشتها شخصيا. يعني أنا ابن عائلة فلاحية متواضعة من الخيام، وبهالوقت هذا ما كان لازم نتعلم، يعني كان يومتها حكر على الفئات العليا في المجتمع، وأصلا ما كان فينا يعني فرص نتعلم بالمدارس، ما كان في مدارس، يعني أنا تعلم بالغلط، كان آخر صف بالخيام ثالث تكميلي. فالواحد عاش بهالبيئة هاي. والمنطقة عنا كمان هي منطقة مختلطة، منطقة مرجعيون حاصبية، فيها كل تركيبة المجتمع اللبناني، وأنا من عائلة صغيرة. وبتعرف بعدها بلبنان العائلات الكبيرة هي اللي إلها دور بسبب تركيبة المجتمع، فكان ثقافة الحوار مع الآخرين منشان واحد يكون له دور. عم بحكي عن الأهل خاصة. لا. خاصة أنه الوالد كان هو نائب رئيس البلدية لـ40 سنة بالخيام، فكان يشتغل بالشأن العام.
فأنا من هال، وبعدين كان في فلسطين، كنا نحن بيروت ما نعرفها يعني، في فلسطين وسوريا بالجنوب أكثر نعرفهم يعني. ولما صارت النكبة كمان أنا يعني كان عمري 5 سنين وخلقت وقت الاستقلال تبع لبنان سنة 43، كلهم هون الواحد يعني يختزنهم بداخله في مخزون داخلي. وحتى لما رحت على فرنسا يعني أبوي ما كان معه مصاري، بيع شقفة أرض يعني وعملت طب يعني بفرنسا. ولما وصلت على فرنسا رغري بلشت اشتغل كمان بالعمل الطلابي والقضايا العربية وقضية فلسطين. كيف وظفت كل هالبعد يلي عشته بطفولتك بمراهقتك بعملك بدراستك لحتى تحطه بهالمجتمع يلي بعيد عن أي طائفية بعيد عن أي تفريق، دايما مؤسسة عامل كانت يد مفتوحة وما زالت لليوم يعني. فهو عملك بفرنسا بلورنا تجربة مهمة. أنا يعني احتلت السفارة مرتين تبعنا، لأن لما إسرائيل ضربت المطار سنة 68 ودمرت الأسطول ليش ما صار في رد، وكتبت رسالة لريغول يومتها كان رئيس جمهورية، وبعد منها بشهرين طلع طرد بحقي من فرنسا، فاعتبريني أنا خطر على الأمن. ألغي القرار لأن صار حملة كبيرة من الطلاب الفرنساوية والعرب واللبنانية، وسارتر الفيلسوف وقع والسفر العرب والجزائر دامت لي منعها كفي كنت سير سنة طب، ورحت على الثورة بظفار. فكنت أنا من الناس اللي يام شي جيفارا وبدي غير العالم. لما جيت على لبنان دغري يعني ما بعرف كيف بأي واقع اصطدمت، لا دغري عرفت انه انا كتير قوي النظام اللبناني كتير قوي، مش سهل يعني تغييره هذا النظام بسرعة، مطلوب خطوات على مراحل. فأردت انه أسس تجربة بإطار الفكر التغييري الراديكالي المدني يوم بإطار الحركة الوطنية، تكون انموذج للتغيير. لأنه بالكتاب اللي بيتضمن 5 فصول 5 فصول في شرح عن العولمة بالعالم اللي أنا مسميها العولمة المستبدي، رح نطلع من العنوان على كل حال طبعا، وعن التنمية كمان المنهارة في شعار التنمية. عامل بالكتاب استعراض وبعتقد لأول مرة بيحصل على قليلة بلبنان يمكن بالعالم العربي لكل تاريخ العمل الإنساني بالعالم والعالم العربي وبلبنان. نعم. وتصوري أول مرة يعني بينكتب بهال. رح نطلع مع حضرتك دكتور كامل من العنوان أبعاد التنمية والعولمة المستبدة، وهون بسطر تحت مستبدة يلي بتنفر هيك بالعنوان وبتعكس واقع وتفاصيل. انطلاقا من هون والخمس محاور يلي حضرتك متناولهم بالكتاب، بداية شو الهدف من الإضاءة على هالموضوع وقديه مهم خاصة بهالمرحلة يلي عم نفقد فيها إنسانيتنا أنه نرجع نضوي على هالجانب يلي فيه نبض قلب ونبض إنساني؟ شوف هي إلى يعني سبب. أنا من فترة عملت عملية للبروستات، فإجا بذهني أنه بالأخير كلنا حنموت، واللي بيبقى بالحياة هو الكلمة، كلمة اللي بتبقى كلهم كلنا رايحين. وأنا الحقيقة كنت كاتب كتير بس ما أنجزت يعني نهائيا اللي كتبته، فقررت لا كل اللي أنا مشتغل عليه يتعاون مع فريق عمل وأكتبه، ولأنه وفي رؤية يعني فبدأ هلأ في كتاب تاني هلأ عم تحت الطباعة عن مشروع الإصلاح الصحي بلبنان. نعم. وكمان نعم. كاتب عن فهيدا يعني أول شيء يعني الموضوع العولمي له علاقة بالتطورات السياسية اللي أنا يعني بلشت تعيشها أنا وحتى بفرنسا. نعم. بس هي يعني خاصة تاريخيا بتنرسم ب 91 يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. كان في بالأول في معسكرين بالعالم اشتراكي ورأس مالي، وفي صراع بيناتهم، وفي حركات تحرر كتير تطورت بعد الحرب العالمية الثانية. نعم. لما صار في معسكر واحد رأس مالي واللي هلا بسموه النيو ليبرالي اعتمد بالعالم شيء اسمه سياسة اقتصاد السوق بالأوروبا الغربية، أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية شيء كتير مهم، دولة الرعاية. كان يومتها اليسار كتير قوي، فمنشان ما الناس تروح نحو اليسار عطوا كتير ضمانات للشعوب خاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا إسبانيا. فأنشئ دولة الرعاية اللي بتهتم بالمواطن.
لما انهار الاتحاد السوفيتي وصار فيه ما يسمى القطبية الأحادية بهيمنة الأمريكية، ضعف دور دولة الرعاية بالغرب. فكيف عنا بالعالم الثالث كيف تأثيراته كانت علينا يعني إيه؟ فكيف نحن ما عملناش دولة رعاية، فشوف يعني كيف تأثيرات علينا. كيف ترجمت هذه التأثيرات وهيدي الرؤية من خلال عملك، من خلال خبرتك ومن خلال كل يلي ذكرته هو في شوف في شعار هلا مستعمل كتير معبر بيقول هلا نحن بنحكي بيقولوا في قرية كونية، نحن عايشين بقرية كونية. هلا في ناس بيعترضوا عليها بيقول لا مدينة كونية مش قرية، مدينة. تعرف القرية والمدينة لهم مفهومين مختلفين. فبيقولوا هيك think globally and act locally، يعني فكر كونيا واعمل محليا. صرنا كلنا مربوطين بالشركات العملاقة اللي بتقرر هي السياسات بالعالم، وانت بدك تنفذها. ما في يعني طلع قرار مثلا عبر لما انشأوا منظمة التجارة العالمية انه ببطل تدفع رسوم جمركية مثلا، فتح الحدود. وهذه غالبا باتجاه واحد لانه العالم الثالث مش حيصدر على الدول الصناعية. طيب بلد مثل لبنان مثلا، اهم منتوج للسلطة اللبنانية بالموازنة هو الرسوم اللي بتاخذها على الرسوم الجمركية. طب انت ممنوع تبطل تاخذ رسوم جمركيه، هذه على ملزم. وبالعكس اذا بدك تبعث على الدول الغربيه بدك تدفع رسوم، هن عاملين طريقتهم. يعني مثلا بلد مثل المغرب بتعمل مثلا شيء العاب هذه معروفه مشهوره فيها، طيب صرت اللعبه تلاقيها هي ببلد تاني بالغرب بسعر ثلث القمح مثلا. انت بدك تزرع قمح بكلفك ثلاث مرات اذا بدك تجيبه من امريكا لبلدك. عم يلغولك الزراعه وبيلغولك الحرف. شو اسمه العصايه للمعاق ببلد مثلا، عفوا ما هلا ما عادش نقول المعاق، عفوا ذوي الهمم. ذوي الهمم، ذوي الهمم، حلوه الكلمه ذوي الهمم، ما عادش يقولوا هيك يعني، ايه بسموه ذوي الهمم. حقها مثلا بتكلفك اذا بدك تعملها هون 30 دولار. نعم. طيب بلد بايطاليا حق 10 دولار. عم تلغي كل انت الصناعات اللي فيك تعملها. فهذه فاجا انفرض عليك انت نظام عالمي قوي بعبر شركات عملاقه، وانت بدك تخضع خاصه ببلادنا لهيدي الهيمنة. من هذا المنطلق اللي حضرتك عم تحكيه وبالفصل الثاني القطاع الاهلي في قلب العولمه، يمكن بفصل اهميه هيدا العمل. قد ايه اليوم القطاع يعني الاهلي هو عم يلعب هيدا الدور يلي اوقات عم بغيب عن الحكومات، يلي عم بغيب عن الدوله ببعض الاحيان، يلي حتى يفعل هذا العمل اكثر؟ يعني فيه بس بالمفهوم لما نعتبرنا سياسه اقتصاد السوق، نعم، وتراجع دور دوله الرعايه، مشي بالعالم شيء اسمه الخصخصه اللي هلا كثير بنحكى عنها. الخصخصه كله ماشي نحو الخصخصه، بيسلموا القطاع الخاص. نعم. واجوا طرعوا شيء كان في جمعيات موجوده بالعالم، غالبا هاي الجمعيات كانت تشتغل بالمساعده مش بالمناصره، تساعد وغالبا تحت شعار الشفقه وليس التضامن. نظروا دغري خاصه الامم المتحده، اعتبروا القطاع سموه القطاع الثالث، نعم، ثيرد سيستم، القطاع الثالث بعد القطاع العام والقطاع الخاص، وبدهم يخففوا عبء المسؤوليات عن الدوله عن القطاع العام. صار مطلوب منها، هي بالاول كانوا حتى مقترحين بدهم يسلموها الصحه والتعليم، فالبنك الدولي اعترض قال ما بيصير، هذه مسؤوليات الحكومات هذا الشيء. وصار القطاع الثالث دغري انه هو دوره كتير مهم ولازم نعطيه مساعدات. وجوا الاكاديميين اللي بيشتغلوا عند القطاع الخاص، صار نظروا لهالشيء وصار هو اطار مناصره مش اطار مساعده، وغالبا تحت ثقافه الاحسان. نعم. يعني نعم. وسموه ثيرد سيستم، وصار ينخلق شبكات بالعالم. وبهالوقت تراجع كتير دور الاحزاب الايديولوجيه خاصه اليساريه، فانتشر صار في تطور فلكي بالعالم لهالمنظمات اللي بتسموها الأهلية أو المدنية أو القطاع الثالث أو غير الحكومية. واختصر وهم كمان فخ تاني، المجتمع المدني بالجمعيات، وهذا غلط. المجتمع المدني أوسع بكتير من الجمعيات، هو بيشمل قطاعات كتير واسعة.
وكمان اللي بيمثلوا هذا القطاع قسم كبير منهم وقع بالفخ صار يفكر انه هو بيقدر يحل محل الدولة، وهذا كمان غلط. لازم بكل بلد بالعالم يكون في دولة هي مسؤولة عن الشعب، بده يكون في حكومة، وبس الحكومة لازم تقوم بدورة لتأمن الحياة اللائقة والكريمة للمواطنين. فإذا صار في عولمة بالعالم ولكن في طغيان للرأس المال، شوف لما اجوا الأمم المتحدة رفعت شعار التنمية المستدامة، التنمية المستدامة الأمم المتحدة أنشئت بالأول كان اسمه عصبة الأمم على الهرم الثانية مشان حل النزاعات المسلحة بالعالم، فشلت بهاي المهمة، تبنت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين شعار التنمية المستدامة. بهذه الفترة تشوف هذا شيء كتير يعني مهم، كان في بالعالم 400 مليون فقير وعشرة ملياردير. انتشر الخطاب بالعالم الحقوق، حقوق الإنسان، الديمقراطية، الجندرة، مشاركة المرأة، ديمقراطية إلناها، العدالة الاجتماعية. هلأ شو في عنا مع هذا الخطاب بالعالم حقوق الإنسان والديمقراطية؟ 2 مليار فقير و550 ملياردير. شو عم يصير؟ الفقراء عم يزيدوا بالعالم والغنية عم يزيدوا والهوة عم تتسع بيناتهم، وهذا مش بس موجود ببلادنا اللي هي أساسا ما عملت دولة رعاية. حتى بالغرب هلأ أروح بشوارع باريس بتشوف قديش في ناس عم يستعطوا كله ينطبق على العالم كله. ببريطانيا أروح بتشوف قديش في صار فئات دكتور مهمش. هون يمكن بروح مع حضرتك على ترسيم خريطة طريق الإصلاح في لبنان اللي بتذكرها كمان بالفصل الثامن من الكتاب أبعاد التنمية والعولمة المستبدة. اليوم أداة هذه الخطة أداة ترسيم تفاصيل فعلية وجذرية مجتمعنا بحاجة لها، وهذا الشيء عم بحكي تحديدا يطبق على المجتمع اللبناني يلي اليوم عم بينازع، اليوم المجتمع اللبناني يلي كمان عم بيعاني خليني أقول على مختلف المجالات. فأنا يعني بالسياق الكتاب وبالإجابة على سؤالك حاولت مع شركاء أصدقاء شباب وشابات وأساتذة جامعة وإعلاميين وأطباء أسسنا مؤسسة عامل بإطار الحركة الوطنية بإطار فكر التغيير الراديكالي تعمل بالمناطق الشعبية مع الفئات تحت شعار التضامن وليس الشفقة، ليس اليد التي تأتي من فوق. وعامل بالحرب كانت يمكن إذا مش أكبر مؤسس دغري ب82 الانطلاقة كانت ب82 دغري كان حصار بيروت الغربية الهجومية، فتحت مع الأصدقاء اللي والصديقات 3 مستشفيات تحت الأرض، واحد بالمصيد كان فيه 70 تخت، 40 طبيب أجنبي كانوا يشتغلوا معنا، بمدرسة سير دو بيزانسون فتحنا مستشفى وإسرائيل ضربته وتصاوب طبيب أجنبي وتصاوبت راهبة، وفتحنا مستشفى بحبليت حارة حرايك كمان ضربته إسرائيل تغري صار عنده عام 27 مركز 30 سيارة إسعاف بحصار طل الزعتر والنبعة. أنا هونيك كنت وبقيت وتصوابت هونيك بقيت لوقت سقوط طل الزعتر والنبعة. إجا اشتغل معي رئيس طبقة بلا حدود يومتها برنار كوشنير، هني فلوا هربوا شهرين نص قبل سقوط النبعة طل الزعتر وأنا بيت للآخر. بشوف كمان هون بس استواجية المعايير بدي مرقها يعني إنه أنا اللي بقيت للآخر ما حدا بيعرفني، وهني أطباء بلا حدود اللي فلوا كعملين كتاب بعدين 1200 صفحة بيحكوا عن بطولاتهم، شوف الغرب الهيمنة على اسمه عن بطولاتهم، وأنا كاتبين عني سطر كامل جينا لعنده إنه الوضع خطير تفهم قال له برنار بتطلع معنا، كامل هز براسه وتبسم قال له أنا باقي، أنا اللي بقيت سطر وهني اللي هربوا 1200 صفحة كمان، وهو بقول لهم إياها أنا شوف ازدواجية المعايير كمان بالعالم. المهم عامل بعثت لأنه صار وزير بعثت لبرا 1200 جريح، 100 على أمريكا مع اللجنة العربية الأمريكية لمحاربة التمييز، 100 على إيطاليا، 105 على الكويت، 550 على فرنسا. بعثنا دفعت فرنسا 20 مليون دولار يومتها وقت حرب الإلغاء والتحرير وركبنا 400 طرف اصطناعي مع الحكومة الهندية هذا بالحرب. وعامل هون كمان بحب مرش ولا حدا قرب على مراكزها مع أنه برغم من صراع الإخوة الأعداء لأنه ولا مرة اشتغلت لفئة، شيء اللي تفضلت فيه حضرتك للإنسان الالتزام بالإنسان أبدا. هلأ عامل عنده 26 مركز، عنده 6 عيادات نقالة، عنده باصين جوالين مدارس بيعمل بيعلموا خيامات النازحين، عنده سيارة الأطفال الشوارع فيها 900 متفرغ. وصار وشوف مراكزها كيف موجودة جغرافيا، مثلا منطقة مرجيون حصبية اللي أنا منها عندنا مركز عند أهلنا
بكفرشوبة السنة، بالفرديس أهلنا الدروز، مرجعين أهل المسيحية، بالإسلام مسيحية دروز، الأخيام شيعة ومسيحية، علاقة الحرب بين عين الروماني والشيعة، عندنا مركز بعين الروماني مركز بالشيعة، وماكرون زار مركز عين الروماني. قد في تحدي بهيك الواحد يكون باسط حاله على مختلف الأفرقاء ويكون عن جد قدر بها تحدي يتخطى كل هالمراحل، قدر يثبت حاله وقدر يوصل كمان ليكون مرشح إلى نوبل، لأنه كمان عامل كانت أول مين كمان رشح لنيل جائزة نوبل. أدى هذا الشيء مهم، أدى هذا الشيء في تحدي وفي صعوبة كمان دكتور. شوفي هي شوف اللز الشغل الشغل بالصعب، الشغل البسيط كل الناس فيها تشتغل فيه، الناس المهمة تشتغل بالصعب، لما تشتغل بالصعب هذا هون الإنجاز. أنا بقول لهم الكادر بالمؤسسة نحن قاعدين كل الوقت ببيت الذيب، نعم هي اللز إنك تشتغل بالصعوبات. بكفي لك عنا بعرسال المركز في 60 متفرغ إجوا داش بدنا يحرقوه، الناس حموه. ليش بيحموا الناس؟ لان انت ولا مر... هيدا مركز للناس. هون بدي مرق هيك بس كلمه تفضل موجهه لكل الاصدقاء والصديقات بالحركات التغييريه وبكل اللي بدنا نعمله اصلاح. السؤال الكبير قديش نحن بكل شغلنا كان دائما فكرنا مع الناس، كيف نكون قراب من الناس، وكيف نكون صادقين للناس، وكيف نحن نعيش حياه تشبه الناس. أنا بقول اللي بيشتغل، أنا طبيب أطفال وأستاذ بالجامعة وخرج فرنسا، عايش حياة بسيطة جدا ولا كرمال حدا. أنا بعتبر اللي بيشتغل بهذا المجال لازم هو يعاني شخصيا حتى يستطيع أن يعيش معاناة الآخرين. اليوم من خلال الكتاب اللي بنرجع منبارك عليه ونقول أنه بحاجة أكثر لمضمون اليوم أبعاد التنمية والعولمة المستبدة، هيك إذا بدي لخص شوي شو يلي حضرتك بدك توصله، شو يلي بدك تستمر فيه، لأنه هيدا النهج هو استمرار كمان لمؤسسة عامل الدولية، وهيدا نهج حضرتك عم تطبعه إن كان بعملك على صعيد الشخصي أو من خلال المؤسسة. لما هو في يعني الكتاب مثل ما حاولت أذكر فيه، أول شيء شرح النظام العالمي هلأ حيث الفقراء يزدون فقرا والأغنياء غنى، في كلام كتير عن التنمية، بس الحقيقة هو في مزيد من الإفقار في العالم. هذا شعار التنمية، ما في تنمية حقيقية. مثلا شوف منظمة الصحة العالمية شعارة رفعت شعار الصحة للجميع عام 2000، طيب في مليارين فقير بالعالم، وبالتالي الشعار في مكان. الأمم المتحدة رفعت شعارات الألفية الثالثة كمان ما تنفذ، ففي كلام غير التنفيذ على الأرض. ففي تجربة، في قلت لك عرض لتاريخ العمل الإنساني العالم كله، العالم العربي وبلبنان، وبتصور معليش هقولها يمكن أول مرة هذا على الأقل بينكتب بلبنان، إذا من العالم مش من العالم العربي، هالشيء التاريخي وهذا مفيد لكل اللي بيشتغلوا بالجامعة. دكتور بس أقول لك كلمة تفضل. فعامل هي النموذج للتغيير، لأنه مبنية على الكرامة الإنسانية. الكرامة أهم شيء، كل الأنظمة العربية ما اهتمت بالكرامة الإنسانية. أول شيء لازم تأمن للإنسان الحق في العمل، في السكن، في الصحة، في التعليم، حقه في التعبير، الرأي، مشاركة المرأة. ما ممكن تحكي عن ديمقراطية إذا المرأة مش مشاركة. بده يكون في شعارين كمان، حتى حركات التحرر الوطني، خذ الجزائر 1.5 مليون شهيد، ما اهتموا بالعدالة الاجتماعية. بده يكون في موائمة بين التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية. بدك الأم اللي ما عندهاش حليب لأولادها ما فيها تحكي عن القضايا الكبرى، اشبع ثم تفلسف. بدك تأمن للناس كرامتها، تأمن هذا. وقديش نحن متعاطى مع الآخرين على مستوى الندية. شو بيقول لك هلا الواحد بلبنان؟ عرف حالك ما من عم تحكي أوام، إنه هو عظيم وأنت لازم نحن نتعار. كيف نكون متساويين؟ الخلق كلهم ربنا، الخلق كلهم يا الله الخلق، والحمد لله رب العالمين، العالمين مش رب فئة، العالمين. وبسم الله الرحمن الرحيم، سيدنا المسيح حكى عن فلس الأرملة، ما حكى عن الغنية، هودي اللي بيساعدوا أكتر. لازم نحن نأمن الكرامة للناس، الكرامة. مش هناك رفعنا بعامل ذكرتهم حضرتك، التفكير الإيجابي والتفاؤل المستمر. ما مشتغل على اللي بيجمع. شو بيقول لك اللبناني؟ أنا أحسن واحد، وعائلتي أحسن عائلة، منطقتي أحسن منطقة، وحزبي أحسن حزب، وطائفتي أحسن طائفة. يعني هون انطلاقا من اللي عم تقوله، يعني الميمات الثلاثة، يعني مبدأ موقف وممارسة. مثلا شوف، مثلا صرنا من سنة 92 بيقولون لبعد شهرين الكهرباء جاي 24 24، طيب هذا شعار. لا، يجب أن يكون هناك توازن بين القول تطبيق والفعل. قولي والفعل. فعامل هي لو في 1000 جمعية مثل عامل، كان في 900,000 مدني غير طائفي بلبنان، وصار في تغيير سياسي عبر التغيير الاجتماعي. مش هناك أنا مقترح التغيير على مراحل، يجب تقديم الانموذج. طبعا دكتور من خلال الكتاب بس اللي بيصير بس عندنا، اسمح لي أقولها تفضل، مثل ما بيقول صديقنا
الله يشفيه الرئيس الحص، بيقول اللبناني بفكر بشيء وبيقول شيء تاني وبيعمل شيء تالت. هاي الشطارة تبعنا، لازم هاي الثلاث ميمات: مبدأ، موقف، ممارسة. نفكر، نقول، نعمل. يجب أن يكون هناك توازن بين ما نقول وما نفعل. قديش وهذا الاتجاه نفسه. وأنا بقول لهم بالمؤسسة، نحن بلادنا ما بتصلح إلا إذا إجا وقت، إذا حضرتك موجود بغرفة لحالك أو أنا بغرفة لحالي وقادر تسرق شيء وما بتقبل تسرق، ساعتها بتصلح المجتمعات. مشان هيك نحن بحاجة إلى إنسانية أكثر، إلى وضوح أكثر، إلى حقيقية. خليني أقول ختاما مع حضرتك، هالكتاب انكتب قبل جائحة كورونا، هل من تتمة أو هل من مواصلة لحتى يصير في ذكر لهذه المرحلة الحساسة؟ بالكتاب بس في شيء، في اقتراح للإصلاح، مشروع إصلاحي بلبنان هو على مراحل. هذا البلد النظام كتير قوي، تغيير بالمجتمعات بيجي بعد حرب أهلية، بعد احتلال، بعد فيضان، بعد زلزال، بعد أزمة اقتصادية، كل المرقوا على لبنان وما صار التغيير. لذلك للمستعجلين لازم بالأول تقديم الانموذج، بنقول كيف نتعلم، نقول نحن ونعمل نماذج. لما بتكسر النماذج بصير في موازين القوة قريبة فيك ساعتها التغيير. وبالكتاب كمان في مشروع ملحق، هذا مشروع جديد أنا مقترحه للقانون للجمعيات والأحزاب اللي مبني على المواطنة. يعني حتى لو كنت بقرية ما فيش غير سكان من فئة واحدة، طائفة واحدة، ممنوع تعمل جمعية إلا تتشارك مع جمعية مع ناس من ضيعة تانية تعملوا مع بعض شو اسمه ليكون فيها. هيدا ترسيخ المواطنة اللي عامل دائما بتنادي فيها دكتور كامل مهنا. شكرا لحضورك. كلمة سألتني فيه عن الجائحة بالكتاب هلا اللي تحت الطباعة، نعم. في فصل كتير كبير عن الإصلاح الصحي متعلق بهالشق. دايما منطلع إلى ما تعمل ودايما منطلع لمؤسسة عامل بعملها. دكتور كامل مهنا شكرا لحضورك، وعلى أمل اللقاء القريب نرجع كمان نحكي بجديد دائما وإضافة للمجتمع اللبناني. أهلا وسهلا، شرفتنا. شكرا. يا هلا.